طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم للجميع. اليوم 9 مايو 2020، ونرحب بالجميع الحضور بتوع دورة فن وإتقان التحليل الإحصائي للبحوث العلمية، والمقدمة طواعية عضو مجموعة الباحثين السودانيين الدكتور إياس جعفر. نرحب به ونرحب بجميع الحضور، وإن شاء الله دي بداية الدورة. الدورة منقولة على الفيسبوك، وحاضرينها عديد من الأكاديميين والباحثين من أعضاء وطلاب من أعضاء مجموعة الباحثين السودانيين. فمرحبا بك دكتور إياس، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة بنرحب بكل الموجودين معنا، وبنرحب بالمشاركين معنا في الدورة التدريبية إن شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني يعيننا أن نقدم حاجة يستفيدوا منها الأخوان إن شاء الله. هنبدأ طبعا لأنه شوية مشى من الزمن، مننا في 15 دقيقة تقريبا. هنبدأ نستعرض المحتويات تحت الدورة حقتنا إن شاء الله. طيب دقيقة دكتور، أنا هعمل ميوت للجميع، وهعمل لك ميوت عشان تو تيك إت فروم هير. تمام؟ أوكي. تفضل يا دكتور. طيب، السكرين شيرنج ما ظاهر، مش لا ظاهر سي، بس ما معمول الفول سكرين. طيب اوكي. طبعا دورتنا ان شاء الله هتكون مهارات التحليل الاحصائي في البحوث العلميه، وهنقدم ان شاء الله يا اخواننا دوره تدريبيه مختلفه عن الدورات التدريبيه الموجوده في الميديا. يعني اسهل تقريبا في اليوتيوب موجود اي تطبيق بتاع اس بي اس او اي خطوات لاجراء اي اختبار احصائي موجود في الفيس في اليوتيوب، يعني موجود. لكن في بعض المفاهيم الاحصائيه الهامه جدا بالنسبه للباحثين، ومهم جدا يفهموها ويعرفوا يتعاملوا معها. هذه المفاهيم الاحصائيه انا من خلال خبرتي في التحليل الاحصائي الطويله، يعني قرابة 15 سنة، لقيت أنه فهم أو عدم فهم هذه المفاهيم هو الأمر المعقد عملية فهم التحليل الإحصائي نفسه. فطبعاً من المفترض أي باحث يقوم بإجراء عملية التحليل الإحصائي بنفسه، يعني ما يديها لمتخصص إحصائي. يعني الخطأ شائع بالنسبة للناس أنه يقول لك نحن نودي التحليل الإحصائي بتاعنا ده او عمليه تحليل البيانات تحت البحث نوديها لمنه؟ لمحلل احصائي متخصص. ابدا، المفروض اي باحث علمي، تمام، الان انا ما متخصص في التحليل الاحصائي اصلا، لان التحليل الاحصائي ما تخصص، لكن الباحث العلمي من المفترض انه يعرف يتعامل مع البيانات الاحصائيه بتاعت بحثه، لانه هو فاهم البيانات الاحصائيه حقته، هو فاهم البحث حقه، وبالتالي من المفترض انه يقوم بعمليه التحليل الاحصائي بذات نفسه. فالفكره بتاعت الدوره دي انه بتمهد لنا، طبعا هي مقدمه لانه في دوره ثانيه ممكن تكون، يعني اذا الدوره دي ان شاء الله لاقت رواج والناس استوعبتها كويس واستفادت منها ممكن ندي دوره متقدمه اكثر منها. فالفكره انه انا من خلال هذه الدوره عايز احقق هدف معين، انه الناس اللي قاعدين معانا او المحاضرين معانا الدوره التدريبيه والمشاركين فيها، هؤلاء الأشخاص هؤلاء المشاركين إن شاء الله يكونوا قادرين على القيام بالعمليات الإحصائية بنفسهم بدون الاستعانة بالمحلل الإحصائي المتخصص. هذا الهدف الأساسي من الدورة حقتنا.
فطبعا الدورة عندنا فيها طبعا زي ما قلت لكم دي عبارة عن دورة يعني ابتدائية أو أساسية، حيكون في دورة متقدمة أكثر منها إذا الناس رغبت في ذلك، إن شاء الله ممكن نقدمها حتى لو بعد رمضان إن شاء الله. طيب الآن نركز في دورتنا دي اللي هي فكرتها إننا كيف نحن نتقن عملية التحليل الإحصائي في البحوث العلمية. طيب الدورة دي محتوياتها طبعا هتكون محتوياتها كالآتي: هيكون عندنا مقدمة في فهم المفاهيم الإحصائية، يعني عايزين نعرف أو نوري المشاركين المفاهيم الإحصائية دي هي عبارة عن شنو، كل مفهوم إحصائي معناه شنو. ده الليلة هنخلص إن شاء الله بكرة ساعة ونص كده. بعد كده اللي هي بكرة إن شاء الله هنبدأ في العمليات التطبيقية، هنبدأ في عمليات إدارة وإدخال البيانات على البرنامج، هنطبق على برنامج الاسبيسيس. طبعا عملية التحليل الإحصائي ليست حكرا على برنامج الاسبيسيس، يعني برنامج الاسبيسيس ليس هو البرنامج الوحيد الذي يقوم بعمليات التحليل الإحصائي، هناك برامج كثيرة جدا موجودة في المجال العلمي تستخدم في عملية التحليل الإحصائي، يعني ليس برنامج الاسبيسيس هو البرنامج المخصص لهذه العملية. في برامج كثيرة منها، في برنامج اسمه مينيتاب، في برنامج اسمه ساس، في برنامج اسمه ستاتا، في كلها برامج بتقوم بعملية التحليل الإحصائي. احنا هنطبق بالاسبيسيس لأنه هو الأكثر شهرة وأكثر انتشارا، يعني منتشر وموجود والحصول عليه سهل يعني، وبيؤدي الغرض بتاع عملية التحليل الإحصائي، لكن ليس هو حكرا للاستخدام. ايضا حنشوف عمليات استخراج النتائج الوصفيه اللي هي حاجه اسمها ديسكريبتيف ستاتستكس، والفسيره من النتائج بتاعه التحليل الاحصائي، ده بكره ان شاء الله او اليوم اللي بعده. بعد كده حيكون عندنا زي اساينمنت او واجب حنديه للناس الموجودين معانا، وهيتقسموا لمجموعات. دكتور انور هنقسم الناس لمجموعات زي جروب ديسكشن، يعني كل مجموعه يكون فيها 3 أو 4، ويعملوا لنا برزنتيشن للحاجات اللي اخذوها في المرحله الاولى دي، ونسمع مع بعض نتكلم عن الحاجات الاحصائيه، كل واحد يبدا يفسر النتائج الاحصائيه حقته، ونسمع الكلام الاحصائي اللي اخذناه في المقدمه بتاعه المفاهيم الاحصائيه. بعد كده هندخل في مرحله ثانيه اللي هي مرحله بتعتبر مهمه جدا في عمليه التحليل الاحصائي، اللي هي مفهوم حاجه اسمها البي فاليو، ودي مهمه جدا في تحليل النتائج الإحصائية. هنمسك البي فاليو دي، هنحلل البي فاليو أو القيمة الاحتمالية، ما المقصود بالبي فاليو، هي ذاتها هي عبارة عن شنو، وتجي كيف وتتحسب كيف، ونعرف كيف الباحث ممكن يتعامل معها، لأنه طبعا موضوع البي فاليو ده مهم جدا جدا، وتقريبا في يعني في جاب كبير جدا في بالنسبة للباحثين في فهمهم لعملية البي فاليو. ومعروف انه حتى في مجموعه من الباحثين يكون حافظين لك البي فاليو، تقول لك اذا كانت البي فاليو اقل او اكبر من، وبعد ذلك تتخذ القرار الاحصائي، نقبل فرضيه العدم ونرفض فرضيه العدم. كل الاشياء دي حناخذها بالتفصيل الممل لحد ما الناس يفهموها فهم عميق ان شاء الله. بعد كده حنجي ناخذ تطبيقات ايضا على الفروض الاحصائيه اللي هي هايبوثيسيس تيستينج، ونعمل اي جروب ديسكشن، مجموعات مناقشه للحاجات اللي اخذناها في هذا الجزء، وكده نخلص الدورة في 20 ساعة تقريبا مناسبة لي، يكون غطينا أشياء مهمة في التحليل الإحصائي. طبعا أنا مخطط مع دكتور أنور إنه الدورة تكون إن شاء الله من يوم السبت إلى يوم الخميس، يعني تبدأ الليلة وننتهي الخميس، تقريبا كل يوم تقريبا في حدود 2.5 إلى 3 ساعات، ونحاول نقلل الزمن إن شاء الله، يعني 2.5 ساعات دي نحاول نركز على 2.5 ساعات دي. تقريبا دي كل الأشياء اللي كنت الخطة بتاعت العمل بتاعنا اللي هنشتغل عليها الدورة التدريبية. عايز أنبه لحاجة برضو أثناء ما أنا بشرح، لو عندك أي سؤال خطر على بالك وعايز تسأله، أنا أفتكر دكتور أنور مخلي الناس يسألوا، لأنه طبعا أنا هشتغل معاكم بالفيدباك، يعني أنا هدي معلومة وأخذ منكم معلومة، هدي معلومة وأخذ منكم معلومة، عشان أحدد برضو المستوى بتاع الناس في هاتو ليفل نحن ممكن يعني الناس يمشوا في هاتو مسار.
لانه الستاتستكس دي او الاحصاء عمليه علم الاحصاء ده علم يعني صعب شويه. فانا داير بالفيدباك بتاع الناس اقدر احدد الحته السهله اللي امشي فيها عشان اخلي الناس كلها تكون فاهمه احنا بنتكلم عن شنو. تمام؟ فلو خطر على بالك اي سؤال اساله دون ايش؟ دون اي تردد، يعني انا بخلي الباب مفتوح لكل الاسئله ان شاء الله. تمام؟ لو في حد عنده سؤال او ملاحظه لحد هنا ممكن يدينا رايه يعني. تفضلوا. يا دكتور انور. والله انا افتكر لو ايوه بس بس احنا نقدر نتابع معاك، بس انا افتكر بس الطريقه بس ما عندنا مشكله. ولا لو في مثلا بنحصل مثلا الماده، لا لا الماده الماتيريال الماده الماتيريال الماتيريال حديكم لها ان شاء الله انا كويس، وحتى البرنامج اللي حنطبق عليه برضه حارسله لكم. كل الاشياء دي مرتبه يعني جاهزه، بس انا بحب دائما بعد ما اخلص البرزنتيشن بتاعي اديه للمشاركين عشان بيكون فيه جانب التشويق. الباوربوينت دي الفكره بتاعت الباوربوينت انه الفكره تجي بقوه يعني معززه بالتركيز والاندهاش، يعني دي اهم حاجه في الاستاتستيك عندي انا عشان المعلومه ترسخ عند المتلقي يعني. فبعد ما اخلص البرزنتيشن حقنا بعد ذاك بنديكم الماتيريال ان شاء الله، ما في مشكله. شكرا جزيلا. بالنسبه في اي ملاحظه ثانيه شباب؟ احنا عاملين ميوت لكل الناس، لو زول ده يتكلم ولا كده بيعمل ام ميوت لنفسه وبيتكلم يعني طوال. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. انا دكتور وهب الله كمال الدين، طبيب بشري. ف شكرا جزيلا زي ما بقولوا على الدورة، وكونوا احنا قدرنا ننضم للدورة مشكورين كل القائمين عليها سواء البروزنتر والأورغنايزرز على رأسهم دكتور أنور. بالنسبة للبي فاليو، يا ريت لو وديتنا، معلش أنا ممكن أكون أنت تكلمت عنها لكن أنا جيت متأخر احتمال، لو وديتنا عنها كمان تاني حاجة إضافية نعرف إنها هي اللي ممكن تكون بتقيم البحث المعين اللي أنت بتكون قايم به، ولكن أنا داير أخذ معلومة يعني مش زي ما بقولوا بمفهوم أكبر، لكن حاجة كده مختصرة وتوضح لنا إنه نحن كيف نصل لبي فاليو بحيث إنها هي تكون البحث بتاعنا بيكون يعني بالصورة المطلوبة. تمام. طبعا احنا انا هشتغل بالطريقه بتاعت ستيب باي ستيب، لانه الاستاتستكس او الاستات دي لازم تدرس او تتقدم بطريقه بسيطه. فانا هستخدم معاكم ابسط طريقه، حتى ممكن يكون معانا هنا علماء في الاحصاء يعني موجودين مشاركين معنا يتحملونا، لانه ممكن يكون في بعض المشاركين ما عندهم فكره حتى عن الاستاتستكس. فانا هستخدم ابسط طريقه لتوصيل المعلومه وهشتغل معاكم ستيب باي ستيب. يعني هي مثلا كل مرحله هيكون فيها عبارة عن جرعة معينة أنا عايز أوصلها للمشاركين بحيث إنه يستوعبوا حاجة معينة، وبعد كده ندخل في المرحلة اللي بعدها لحد ما نخلص إن شاء الله. طبعاً هي عبارة عن سلسلة، يعني حتى الدورة دي البداية، دي الانترودكشن زي ما قلت لكم قبل. في دورة تانية متقدمة أكثر منها برضو تمشي بنفس النسق اللي هي بتعتمد على الدورة الأساسية دي، يعني ما تقدر تستوعب الدورة الثانية بسهولة إلا تستوعب الدورة الأولى، إلا تكون أنت أخذت معانا الدورة الأولى. طيب بالنسبة للدورة بتاعتنا دي إن شاء الله أنا مركز فيها على حاجات أساسية بحيث أنه أوصل الـ أي واحد حاضر معانا الدورة حضور كامل، لكن يعني ما يكون عنده غياب مثلا يوم أو يكون بيجي متأخر كل يوم أو كده ينزل معانا، لو بيحضر معانا باستمرار ويطبق الحاجات اللي هناخدها بعد ما يخلص يوم الخميس بيكون عنده قدرة على انه يحلل اي بيانات احصائية. شفتوا الكلام ده كيف؟ يعني لو هسه عندك داتا قدامك بتاع البحث ودار تشتغلها بتقدر تحللها وتدخل الداتا في الـ SPSS، وانا هوريك الطريقة طبعا هنطبقها،
وتقدر تعمل العمليات بتاعت التحليل، الخطوات بتاعت التحليل، وتفسر النتائج، لأن العمليه بتاعت الانتربريتيشن دي برضو مهمه جدا. في الان احنا بعد ما نسمع كل الاسئله بتاعتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم، نوري الاعمده الاساسيه، المحاور الاساسيه اللي بتعتمد عليها عمليه التحليل الاحصائي. لو في ملاحظه ثانيه او سؤال، ندي فرصه ثانيه للمشاركين. يعني لو ما في، عشان نبدا على طول، نحن الان لسه ما بدينا. نبدا. طيب اذا اوكي، طيب من خلال الخبره والتعامل الكثير مع البيانات والتحليل الاحصائي والبحوث وكذا، الدائره دي مهمه، السيركل قدامنا دي مهمه جدا. لقينا انه المهارات بتاعت التحليل الاحصائي لاي باحث فيها ثلاثه اعمده. يعني بمعنى اخر، ان يعني الباحث لما نجي يعمل اسمه ايه ده يعمل تحليل احصائي بياناته بتاعت البحث حقه، هيلقى نفسه ثلاثه محاور. المحور الاول لازم يكون عنده بيانات او عينه ماخذها بطريقه معينه. في الحته دي فيها مهارات لازم الباحثين يعرفوها. الحاجه الثانيه، الباحث حتى لو قام عمل عمليه تخطى المرحله دي وعرف ياخذ العينه بتاعته ويجيب بياناته بطريقه معينه، هتجي تواجهه مشكله اللي هي مشكله اختيار الاختبار الاحصائي اللي بيتناسب مع الفروض بتاعت البحث حقه. تمام؟ يعني مثلا اديكم مثال بالذات في المحور الثاني ده. يعني مثلا لو في باحث عايز يشوف مشكلة مثلا التدخين بتاعت الطلاب في الجامعات مثلا، ناخذ مثال معين ونطبق عليه كل الأمثلة بتاعتنا أو كل النماذج حقتنا. يعني مثلا لو عايز يدرس مشكلة التدخين في الجامعات، فهنا لازم يقوم ياخذ عينة، والعينة دي تكون مستهدفة مجتمع معين. يعني هو ده يتكلم عن التدخين في الجامعات، بالتالي لازم يكون المجتمع حقه وين؟ في الجامعات. العينة بتاعته اللي هياخدها بتكون في الجامعات، هنجي نشوف بالتفصيل كيف ياخد العينة. طيب لما نيجي هنا في الاختبارات الإحصائية، يكون خاطي في البحث طبعا مجموعة فروض. يعني مثلا لو عايز يشوف مستوى التدخين في الجامعات، هيقوم يخوض فروض معينة. مثلا يخوض فرضية، مثلا يقول والله نسبة التدخين في الجامعات بالنسبة للطلاب مرتفعة. مثلا تدخين الطلاب في الجامعات نسبته مرتفعة. النسبة المرتفعة دي ممكن تكون 70%، اقصد 80%، ويحدد النسبة. فهنا بكون خط فرضية معينة في البحث. تمام؟ أنا أخذت نسبة معينة، أقول والله نسبة التدخين في الجامعات دي متجاوز 70% مثلا. الآن دي فرضية بحثية، يحاول يثبت هذه الفرضية أو ينفيها من خلال الاختبارات الإحصائية. فبيجي يصمم اختبار إحصائي يتناسب مع الفرضية دي. دي مهارة مهمة جدا، لازم الباحثين يتعاملوا معها، يعرفوها. تمام؟ طيب المهارة الثالثة والعمود الثالث في عملية التحليل الإحصائي بشكل عام لأي باحث، كيف يتعامل مع البرنامج الإحصائي، البرنامج الإحصائي، برنامج الحاسوب الإحصائي، عشان يقوم بالعملية بتاعت الاختبار الإحصائي نفسه. يعني كيف يدخل البيانات حقته، يصنف متغيراته، وبعد كده يجي يدي البرنامج أوامر معينة، يستخرج النتائج بتاعته وفقا للفرضيات الخطاه في البحث حقه. تمام؟ دي برضو مهارة مهمة جدا بالنسبة للباحثين. طبعا ممكن المهارات دي، المهارة تكون في برنامج الاس بي اس اس، او ممكن تكون في الاكسل، او ممكن تكون في برنامج خاص بمثلا برنامج مينيتاب. يعني ده بيعتمد على الفاميليار بالنسبة للباحث في التعامل مع شنو؟ مع البرنامج الاحصائي. يعني هل هو
بالنسبه له في الجامعه مثلا لما طبقوا له وطبقوا له على المينيتاب، يعني ما اعرف انه مثلا البريطانيين بيستخدموا المينيتاب اكثر من الاس بي اس مثلا، الامريكان بيستخدموا الاس بي اس كثير تمام. فهل في الجامعه لما درسوه ودرسوه برنامج الاس بي اس ولا المينيتاب، هو بالنسبه له متولف على برنامج الاس بي اس ولا المينيتاب مثلا؟ فهنا استخدامك للبرنامج الحاسوب لاستخلاص النتائج دي مهاره برضو. احنا حنركز طبعا على الدوره بتاعتنا دي نشوف مهاراتنا او نطور مهاراتنا في استخدام الاس بي اس، يعني مثالنا حيكون في الاس بي اس. اذا دي الثلاثه اعمده كويس، تشوف نفسك انت ضعيف وين فيها وتنميها. انت كباحث عايز تقوم بعمليه التحليل الاحصائي لحالك، شوف انت ضعيف وين وتنمي واحده من الاعمده دي. اذا انت ضعيف في الثلاثه اعمده معناه محتاج تنمي مهارات عمليه البيانات وتصميمها، معناه محتاج اذا انت ضعيف ايضا في مهارات اختيار الاختبار الاحصائي محتاج تنمي مهاراتك في اختبار الاحصائي، وايضا مهاراتك في تطبيقات الحاسب الالي اللي هي متعلقه بالبرنامج الاحصائي المستخدم. حتلقى انه عمليه تحليل الاحصائي للبيانات في البحث العلمي ما بتتجاوز الثلاثه اعمده دي او الثلاثه مهارات دي تمام. لو في حد عنده سؤال ولا حاجه زي ما ذكرت لكم قبل، اي زور عنده اي سؤال في اي لحظه ممكن تساله اي سؤال في الاحصاء، لانه برضه بيفيدنا في انه ايش بيحدد لنا المسار اللي نمشي فيه وكيف. طيب حنجي نشوف في مهارات تحديد البيانات وتصميم العينات البحثيه اللي هو ده المثلث المقطع الاول ده. القطاع الاول قدامنا ده، طيب القطاع ده مقصود به ايش؟ مهارات تحديد البيانات وتصميم العينات البحثيه. احنا في البحث العلمي بتاعنا حنشوف هل نحن محتاجين لبيانات اوليه برايمري داتا اللي هي محتاج نعمل كويشنير يعني تمام، وهل او محتاج لبيانات ثانويه اللي يسموها سكندري داتا، وتكون طبعا دي اغلب الاحوال بيستخدموها في العلوم الاقتصاديه والاداريه. اذا الجانب بتاع الداتا بتحدد انت محتاج لبرايمري داتا او بيانات اوليه ولا محتاج لسكندري داتا. طبعا السكندري داتا والبيانات الثانويه دي عباره عن بيانات موجوده في السجلات، بيانات موجوده في السجلات او موجوده في فايلز وداتا بيز، يعني عباره عن داتا بيز موجوده اصلا انت بتاخذ منها المعلومات كده. فيلا انت في البحث حقك هتحدد هتختار يا نوع، هل البيانات الاوليه ولا السكندري. طبعا بالنسبه للمثال حق قلنا مشكله تدخين الطلاب في الجامعات، مشكله التدخين او انتشار مشكله التدخين، هل البيانات اللي نحتاجها هنا بيانات اوليه ولا بيانات ثانويه؟ بيانات اوليه. بيانات اوليه، بيانات اوليه صح، محتاجين نعمل كويشنير، بيانات اوليه بنرجع كويشنير للطلاب وناخذ منهم المعلومات الخاصه بالتدخين عشان نجي نحللها في البحث تمام. لكن لو مثلا انا داير اقوم مثلا لو داير مثلا في البيانات الثانويه، لو داير اعمل دراسه مثلا متعلقه ب عايز اشوف مثلا معدل النمو في الاقتصاد السوداني، مثلا معدل النمو في الاقتصاد السوداني هل يتاثر مثلا بسقوط النظام السابق؟ يعني هل معدل النمو حيكون متزايد ولا حينخفض بالمستقبل؟ طيب دي محتاج بيانات ثانويه، حجيب ايش؟ حقوم اجيب بيانات ثانويه اللي هي ايوه، حقوم اجيب بيانات ثانويه اللي هي متعلقه بايش؟ متعلقه بمتغير اللي هو المحلي الاجمالي، الانتاج بتاع الدوله، الانتاج بتاع الدوله وبيحدد لي الانتاج بتاع الدوله بيحدد لي شنو؟ بيحدد لي بعدين معدل النمو، يعني ممكن اقيس منه معدل النمو. طيب هنجي في الجانب الثاني المتعلق ب نحن الان بنتكلم عن مهاره ايش؟ نتكلم عن مهاره مهاره تحديد البيانات.
تجربة محاولة مهارة تحليل البيانات. فمهارة تحليل البيانات، طيب يلا مهارة تحليل البيانات هنا معناها أنا محتاج أعمل كوتشينيرو. مهارة تحليل البيانات، مهارة تحليل البيانات وتصميم العينات دي اللي هي اشتغل في حاجه اسمها السامبل. انا هستخدم البيانات الاوليه البرايمري داتا، دي برضو مهاره. كل الحاجات دي هنشوفها يا اخواننا، طبعا في المتر من فوق، يعني احنا بنشوف الفكره من فوق، بعد كده هنجي ننزل في ارض الواقع هنطبق، يعني هناخد الامثله عليها مباشره نشوفها. هنشوف كيف نحدد العينه المناسبه وحدد حجم العينه. يعني مثلا عندنا في السامبلينج في حاجتين مهمات في السامبلينج، في حاجتين مهمات في السامبلينج اللي هو ايه؟ في السامبلينج مهم اول حاجه نحدد نوع العينه، صح؟ نعم. ونحدد كمان حجم العينه، نوع معين من العينات. مثلا انتم سامعين بالعينات زي شنو؟ ادوني امثله مثلا انواع العينات. احنا مثلا بناخذ ال بنشتغل في الامراض، في الامراض يعني. طيب. مثلا انا كطبيب بيضري مثلا بجيب مثلا بجمع عينات من السرخانات مثلا. طيب العينات دي بنسميها شنو؟ يعني مثلا نوع العينه لازم تحدده في الريسيرش مناسبه. بحددها ممكن، يعني ممكن اشيل عينه من اللنكس من الرئه مثلا. حلو. انت قصدك طيب انه راندمايزد ولا نون راندمايزد؟ ايوه راندملي. راندملي لازم في الريسيرش تسمي العينة مناسبة. يعني في الريسيرش ما بتقول أنا أخذت سامبل كده وخلاص، لا لازم تقول أنا تعاملت مع العينة الفلانية، يعني راندم سامبل. أيوة زي ما قلت، أو في حاجة اسمها حشوفهم بعد شوية التفاصيل بتاعتهم كلها، أو سيستماتيك سامبل أو أنواع، أو مالتي ستيت سامبل مثلا، أو في حاجة اسمها كوتا سامبل أنت بتعامل معاه دي كوتا سامبل. هنشوفه بعد شوي. بعد كده بنحدد حجم العينه، يعني فرق بين نوع العينه و شنو؟ حجم العينه. عينه حجم العينه ده اللي هو سامبل سايز اسمه، ده كونسبت يا اخوانا. سايز سامبل سايز حجم العينه ايضا. لازم تعرف العينة حجمها، يعني نحن يعني يا دكتور ممكن نعرف سامبل سايز هنقدر نحسبه صح؟ النمبر يعني السامبل سايز، يعني أنا الدراسة بتاعتي كذا، يعني المفروض يكون عندي سامبل كذا من البداية قبل ما أعير النتائج والتحدي. أيوة. لأنه أنا عندي حجم، يعني عاوز أعرف أحسب كيف السامبل سايز. أيوة هنشوف أحسب بعد شوية. طبعا احنا بنشوف الصوره من فوق زي ما قلت لكم صوره عامه، بعد شويه حندخل في التفاصيل. حتى نهايه الكورس حنكون خلصنا الحاجات دي كلها بالتفاصيل ان شاء الله. طيب بعد كده عندنا ايضا في موضوع تحديد البيانات وتصميم العينات البحثيه عندنا حاجه اسمها الفيريبلز. يعني انت دائما لما تكون بتتعامل مع الجزئيه دي في الريسيرش في الدائره، خدت الدائره السيركل دي قدامك كده كويس، و اول شوف البيانات حقتك اللي هتتعامل معاها، هتعمل برايمري داتا ولا بتتعامل مع السكندري داتا. الصوت غاب من عندك يا دكتور اياس. هتيجي شوف بعد كده بعد ما انت حددت، هتعمل داتا دايما بتحدد هنا سامبل تايب. بيجي بعد شويه بيجي. طيب كده جاء الصوت كده سامعني؟ هاي كده مسموع، بس تمام. كان بيغيب شويه، بقطع شويه كده. طيب في مشكله في النت ايوه بس يكون عندنا زحمه هنا كثير والله. فهنا مثلا برايمري داتا، البرايمري داتا نفسها انت بتيجي تتعامل معاها كيف؟ يعني البرايمري داتا هتحدد فيها سامبل تايب
تايب هتحمل حدد بعد كده الساتا بتاعتك بقت موجوده قدامك. ايوه الداتا قدامك هي عباره عن فيريبلز بالمناسبه، والجانب بتاع الفيريبلز ده مهم كمان جدا، دي مهاره مهمه. يعني شنو فيريبل؟ ما هي الداتا عباره عن فيريبلز صح؟ ما هو الفيريبل ده اللي مثلا في موضوع التدخين مثلا عندك الطالب الاول ده، طالب نمبر 1 ده مثلا مدخن ولا غير مدخن، عمره كم كويس، وزنه كم، مثلا الطالب ده مثلا معدلاته الدراسيه كم، عشان تشوف بعدين التدخين ده بيأثر على المعدل التحصيل بتاعه ولا لا مثلا. فالفيريبلز دي اسمها فيريبلز. تصنيف المتغيرات دي لازم يكون عندك مهاره تعرف في حاجه اسمها هي ودي مهمه جدا، لازم تصنف او تفرز بين المتغيرات المتغيرات الكمية. حنشوف مكونة لي المحور الخاص ب المحور الخاص بالبيانات تحديد البيانات وتصميم العينات البحثية، محور جانب خاص بالداتا، جانب خاص بالسامبل، جانب خاص بالفيريبل. طيب هنجي للسيركل الثانية او القطاع الثاني من في الدائره. القطاع الثاني في الدائره هو مهارات اختيار الاختبار الاحصائي المناسب، دي مهمه كمان. طيب بعد ما انا طبعا دخلت الداتا بتاعتي على الاس بي سي صنفت الفيريبلز، عايز اعمل عمليه اختبار احصائيه او اطلع النتائج الاحصائيه بتاعتي. فعندك هنا ثلاثه اشياء مهمه جدا لازم عملية في هذه المرحلة للمهارة بتاعت وفقا لنوع الفيريبلز حقتنا، هي نوعين في كوانتيتيف فيريبل او كواليتيف فيريبل. فلازم انا اختار الاختبار الاحصائي اللي بتناسب مع الفيريبل حقي، يعني ما يعني عملية عندها منهجية ما خبط عشوائي. طيب طيب بعد كده في حاجه اسمها تشخيص البيانات، حاجه اسمها الدياجنوستيك تيست. تشخيص البيانات الدياجنوستيك تيست، يعني في الدياجنوستيك تيست انا لازم اتاكد من انه البيانات حقتي دي سليمه. في حاجه اسمها الريلابيليتي والفاليديتي تيست، دي موجوده برضو. في حاجه اسمها النورماليتي تيست، كل الاشياء دي لازم اعمل لها اختبار اتاكد منها من صحه البيانات حقتي، عشان بعد كده اقوم اعمل الاختبارات الاحصائيه وفقا لاهداف وفروض البحث حقي. تمام، واضحه دي؟ واضحه الشريحه دي؟ واضحه. السلام عليكم. يس واضح. مساء الخير. الشريحه الاولى لو سمحت. دكتور ممكن تحط نقطه السلام ثاني؟ طيب الشريحه اللي بعدها اللي هي مهارات استخدام برنامج الحاسب الالي نفسه. هنا لازم في استخدام الحاسب الالي في المهارات دي لازم اميز بين المتغيرات الكميه والمتغيرات النوعيه في عمليه الادخال نفسه. الشريحه اللي فاتت دي طيب يعني لنا الشريحه الاولى الشريحه رقم 2 الشريحه الثانيه. اها في سؤال هنا؟ نعم بس طبعا اسال اي سؤال في الاحصاء. معك؟ فهمت كلامي؟ اي سؤال يخطر لك في بالك في الاحصاء عقدني ذاته، عقدني مره واحده، اسالني بس. لانه انا بستفيد من الاسئله. لا بس وكان فيها سريع شويه يا ريت. الغياب فيها سريع شويه. الصوت غاب كم مره كده يا دكتور؟ فلو رجعت للشريحه دي ثاني بس اديت اوفر فيو كده سريع. عشان الناس برضو في اخت قلت لي عندك مشاركه قلت ايش قبل شويه لا انا قلت لك انه مشيت فيها سريع شويه مشيت فيها شويه سريع الشريحه دي ايوه طيب اي شريحه دي بس ارجع عليها شويه طيب احنا قلنا في المهاره الثانيه دي اللي هي مهاره اختيار الاختبار الاحصائي فيها ثلاث عناصر مهمه اللي هي الداتا
التعامل مع الداتا بتاعتي في حاجه اسمها تشخيص البيانات، حاجه اسمها دايجنوستيك تيست، لازم انا اتاكد من البيانات حقتي دي سليمه حتى بعمل الاختبار الاحصائي. طيب طيب حتى دي مهمه يا اخوان، يعني ثلاث عوامل تيجي حتى بمعنى لازم اتاكد من انه البيانات حقتي اللي هتعامل معاها اذا كانت كوانتيتيف يعني بيانات كانت كميه، هل كميه اذا كانت قياسيه كميه او قياسيه فانا هتعامل معها بطريقه معينه، يعني عندي ليها احصائيات معينه. طيب واذا كانت البيانات دي نوعيه او اسميه بتتم بطريقه عشوائيه، يعني عندها منهجيه معينه. فالحته بتاعت الداتا تايب دي مهمه في تحليل نفسه استخراج النتائج. في حاجه ثانيه مهمه في عمليه استخراج النتائج، لازم اعمل تشخيص للبيانات حقتي. عندنا اختبارات احصائيه معروفه بحاجه اسمها النورماليتي تيست، طبعا ده اختبار حديث يعني. النورماليتي تيست ده بيعتبر من الاختبارات الحديثه. الاختبارات الحديث اسي اي مجله معتمده، مجله معتمده محكمه او دوليه بشكل مميز، لابد انك بالذات مع البرايمري داتا تعمل لنا حاجه اسمها النورماليتي تيست. الكلام ده قبل 5 6 7 سنه ما كان فيه، او كان البحوث ما بتركز على النورماليتي تيست. طيب اما الريليابيليتي التست اصلا موجود من بدري، ده برضه يعتبر من اختبارات البيانات، ده برضه من الحاجات المهمه جدا. استخدامه كمهاره لاختبار الاحصائي نشوف فروطة البحث حقتي شنو. يعني مثلا انا كنت بتكلم عن التدخين، مثلا نسبه التدخين طلاب تدخين للطلاب، فعلا تمام، فهاخذ فرضيه معينه لانه طبعا انا وبشوف الممارسه، فبلقى انه والله نسبه الطلاب بالعين المجرده نسبه التدخين عندهم مرتفعه، انا شايف التدخين عالي، لكن البحث العلمي بيقتنع بالاختبار الاحصائي بأدلة، يعني انت تقوم تجمع تحاول بقدر الامكان الاجابة على يجيب على ايش الفرض البحثي اللي هتقدمه، تثبت انه البحثي الصوت بيقطع من عندك يا دكتور. رياس الصوت بيقطع من عندك. صوت ضعيف جدا. رياس تفضل. رضا السلام عليكم ورحمه الله. أنا معكم رضا بعدلان هنا في المملكة العربية السعودية، محاضر بتاع الإحصاء أنا أصلاً. يا هلا محاضرين. يديك العافية، إن شاء الله نتمنى إنه نفيد ونستفيد إن شاء الله.
بس الصوت شوية كعب كده مع الدكتور، يعني صراحة ما قدر نركز معه كويس، بالذات النقاط النقاط المهمة بتاعت النورماليتي تيست والريابيليتي والأشياء دي، فما أدري إيش المشكلة بالضبط. دكتور الشبكة من عندك بتقطع كده، ما أعرف حاصل. معلش يا دكتور أنور، الدكتور بيبث من السودان ولا من وين؟ لا الدكتور في السعودية. في السعودية أيوة. دكتور ياس، لو الشبكة بتاعتك هنا ممكن تعمل ريستارت وتجي راجع، ممكن في الوقت ده اخذنا الرضاب بما ان هي برضه موتناه، ممكن تتكلم عن الشريحه اللي قدامنا دي. طيب انا ممكن افيدكم بس في الحته بتاعت شكله هو اخذ الشريحه عمل ساين اوت او كده، بيكون بيعمل ريستارت. اي شكله كده نعم، في الحته بتاعت الكوانتيتيف والكواليتيف داتا ولا الفاريبلز دي، البيانات الكمية والنوعية، إنه حتى البحث يعني اللي بيكون الكمي هو طبعا تحليله أسهل، لكن البحوث المنتشرة حاليا وكثيرة يعني بكثرة، النوعية ما كثيرة لكن بتكون هي أكثر مصداقية، وبيكون التحليل فيها شوية صعب وبياخد وقت، لكن في النهاية النتيجة بتكون مرضية شديد. صراحة من هنا بناشد يعني بحيث. أيوة كيف اسمعك ثاني؟ كيف ما سامعني؟ لا ايوه قلت شنو؟ اسمع ثاني، اسمع بشرط نظري. في البحوث النوعيه انه البيانات بتاعتها شويه صعبه. مشكلة عامة لانه برضو ما سامعك يا دكتور. ايوه دكتور انور، صراحه انا ما سمعت كويس لانه صوتك برضو بيقطع، شكله مشكلة عامة ولا كيف؟ دي شكلها مشكلة بتاع الشبكة من دكتور ياس هناك. لأنه صوت برضو بيمشي وبيجي. أيوة نعم دكتور ياس، شكل الكونكشن بتاعك هو فيه المشكلة. طيب انتو زوم ده أصلاً الحاجة اللي أنا بعرفها إنه الباليتي بتاعته just 40 minutes or 50 minutes. ده بريميوم أكاونت مسجلين عندنا. لو أكاونت أوكي بزبط تمام. السلام عليكم. دكتور رضاب سامعني؟ وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه عشان كده كيف شاء الله. يعني معلش شكرا ياس دخل. اوكي طيب انا عندي أيوة. سؤال كان قبل ما نبدا تاني. طيب في البيانات النوعيه والكميه بالنسبه ل اذا افترضنا مثلا انه عندي استبيان زي الاسئله بتاعت الجندر الادوكيشنال ليفل الماريتال ستيتس والأسئلة دي والخيارات المعاه دي بتعتبر بيانات نوعية ولا كميه؟ لا شوفي هي ممكن تعتبر بيانات نوعية لأن مثلاً إذا أنت أخذت الجندر في حالة بتاعت يعني كلاسيس أخذتيها في شكل مثلاً من عمر 5 لـ10 كده تس أوكي تمام، ممكن تعتبريها بيانات نوعية، لكن السوشيال ستيتس والحاجات دي كلها بيانات نوعية أصلاً. يعني بعدين أنت لما تيجي تفرغ الاستبيان بتحوليه لأرقام، تديه كود. نعم. يعني تديه أيوة. كود صحيح لكن اسم دكتورة منو بس معلش؟ دكتور رضاب. نعم أنا ما دكتورة. يا ريت أبقى دكتورة. المحاضرة. طيب رضاب اي من غير الغاب رضاب بس رضاب نهاية بقى رضاب. طيب احنا يعني انا بحياتي التطبيقيه اللي حناخذها هاي انزل معاكم شوي شوي لحد ما نجي هناخذ امثله حتى لانواع البيانات وامثله تطبيقيه على الحاجات دي هندخلها على البرنامج تمام.
فبص يعني مثلا سي قدامك هنا ما نور عليه، بس انا عايز اركز على حاجات معينه. يعني مثلا الحاجات اللي عايز اركز عليها شنو؟ مثلا في الشرايح تحت دي عايز اوريك. اول حاجه انت شوف نفسك الويكنس بتاعك وين في المهاره بتاعتك، يعني في الدائره دي انت ضعيف وين وقوي وين. يعني مهارتك عن طريقه صحيحه وتعرف تقريبا 30% من عمليه مهاره التحليل الاحصائي في الناس او متخصصين في الاحصاء. متخصصين في الاحصاء مع انك انت بتكون في الجامعه درسوك احصاء كويس، وفي الماجستير درسوك احصاء، وعندك دكتوراه باي كورسز اخذ درس احصاء برضه، ليه بدرسوك الاحصاء دي؟ لانك انت المفروض تقوم بعمليه انت بذات نفسك، ما المفروض تمشي لشخص ثاني تعتمد على شخص يقوم يعمل لك العمليه دي. فهنا عندك المهاره بتاع التحديد تصميم العينات دي دي، وعندك مهاره التعامل مع البرنامج الاحصائي. فانا مركز على الدائره دي لانه اي بحث علمي ما بيتفا ما بيمر او ما بيعدي من ثلاث عناصر دي. انتوا كيف فهمتوا قصدي؟ طيب هنجي بعد كده بس النقطة الأخيرة عايز أركز عليها هنا في الشريحة الثانية دي. بالنسبة لاختيار اختبار الإحصائي المناسب، لازم اختيارك اختبار الإحصائي المناسب يعني إيه؟ لازم تكون في مواءمة بين اختيار الفردية أو الفردية الإحصائية يكون تكون متسقة مع شنو؟ مع الفرد بتاع البحث العلمي. هنشوف أمثلة على الحاجة دي، هنوريكم كيف تربط بين الفردية الإحصائية مع بعض الفردية البحثية. واضح رضال؟ طيب يا فتحي هنا رافع يده، ده عنده سؤال ولا حاجه؟ ايوه واضح. طيب لا انا عندي سؤال طوالي على طول يقول سؤاله. يعني المهم انا مركز بعدين على المواءمه بين اختيار الاختبار الاحصائي، مقصود بها ايش؟ مواءمه بين الاختبار، المواءمه بين الفروض الاحصائيه والفروض البحثيه، يكون في مواءمه بين. لا دكتور، من قبل الشبكه كان فيها مشكله يا ذاب كده، يمكن بديل نتابع معك. يعني المشكله ما عندي انا براي. كويس. طيب يعني هنا المواءمه بين قلنا يا اخواننا الاختبار الاحصائي والفرض البحثي. فهمتوا الحته دي يا اخواننا؟ مهمه جدا دي. يعني الفرض البحثي بتاعي انا احوله لشنو؟ لفرضيه احصائيه. طبعا هحوله باللغه بتاعت الاحصاء، يعني دي هنشوفه بعدين برضو كيف يتعمل. طيب هنجي للشريحه الاخيره اللي هي خاصه بالعنصر الاخير اللي هو العمليه بتاعت المهاره بتاعت ايه؟ بتاعت البرنامج الاحصائي او استخدام البرنامج الاحصائي. مهاره استخدام البرنامج الاحصائي دي ايضا مهمه جدا. يعني هنا مثلا انا بيهمني في المهاره دي انه اعرف كيف اعمل حاجه اسمها definition for our variable، متغيرات حقتي كيف انا اعرفها او اخلي البرنامج يفهمها. تمام. بعدين بيجي على عمليه اسمها data entry اللي هي كيف انا ادخل بياناتي على البرنامج الاحصائي. برضو مهارات الناس بيعرفوها. بعدين بيجي تكون عندي قائمه، من القائمه دي بقوم بختار الاختبار الاحصائي من القائمه. واخيرا بعد ما اطلع النتائج حقتي في حاجه اسمها الاوتبوت، بعد اطلع النتائج حقتي في الاوتبوت بيجي اعمل حاجه اسمها انتربريتيشنز، يعني كيف انا افسر النتائج دي تفسير احصائي. التفسير الاحصائي ده عنده مهاره برضه. يعني مثلا اديكم مثال بسيط واسمع رايكم فيه. اذا قمنا مثلا احنا بنتكلم عن التدخين عند الطلاب، مثلا لقينا انه نسبه التدخين عند الطلاب 60%، يعني طلعت لنا البيرسنت 60% كده، هتقول على شنو انت مثلا؟ دي ما انتربريتيشن، هتفسرها صح؟ هتفسرها تقول شنو؟ اسمع منكم، هاخذ معاكم كده زي 3 دقائق او 4 دقائق. لو لقيت انه الاوتبوت النسبه بتاعت الطلاب المدخنين طلعت لي 60% في جامعه معينه، ده معناه شنو؟
سؤال ولا لا؟ احنا هننتظرنا عن الاوديو دكتور. سؤال هو الانتربريتيشن بتاع النتيجه دي هي ما نتيجه احصائيه صح؟ ما ممكن انا اعتبر حسب الكليه بتاعتك يعني. انا ممكن اكون زي ما قالت الاخت ايوه، ممكن اكون من ناحيه صحيه، من ناحيه انكم النازل عندهم قروش معناتها، من ناحيه بتاعت تربيه ممكن اجتماعيه اقول في ظواهر. هي زي ما انت وزي ما قالت الاخت الفرضيه شنو او الهايبوثيسيس شنو اللي انت اصلا خدت عليه وانك داير تنظر به. يعني لو انا دكتور ممكن انظر للصحه، لو انا بتاع اقتصاد ممكن انظر للناحيه الماديه معناتها النازل اللي قرشين يشتروا كلام جميل. يعني عملت صح مظبوط، انت عملت بيكتشر كامل هسه يعني. لكن انت هسه حكمت انه النسبه 60% دي هي نسبه عاليه ولا عاديه؟ يلا بعد ده بتعتمد برضه على الفاريبل الارخات. هل انا قاصد انه يكون الناس ال 60% ديل يعني اذا صحيا مثلا انا بعتبرها انها اذا قلنا عادي عاليه معناتها قياسا على حاجه اخرى، يعني عندي حاجه لانه ممكن تكون نسبه قليله. ممتاز صح، فلازم يكون ممتاز. عندي بوينت بتاعت ستارت صحيح. يعني مثلا الحالات بتاعت كورونا قبل يومين كان في السودان تقريبا 81 حاله دي بترجع هايبوفيس الجبال انت قلتها يا دكتور، انه مثلا انا قلتها يعني انا خدت التدخين في الجامعه هسه طلعت لي 60% معناها زايده، يعني نفس النظرية اللي أنا كنت أخذتها على أساس أقدر أختار الانتربريت. بالانتربريتيشن يعني أنا بقول بفسر النتيجة نفسها وبعد كده بنظر للعوامل اللي سببت في النتيجة. ده الانتربريتيشن. يعني مثلا أنا لقيت أنه نسبة التدخين طلعت كم؟ 60%. طيب نسبة 60% معناها عندي في كل 10 طلاب كم طالب يدخنوا؟ معلش يا دكتور. ايوه طيب انا 60% دي مش مفروض اعايل السامبل سايز، اعايل الباور حقت الاستدي، يعني 60% دي ممكن زوري يكون جايب له عدد بسيط جدا، ف 60 بتكون طالعه كثيره. ممتاز، اكسلنت، فيري جود بوينت. مناسبه ان شاء الله تكون سامعني. انا ما بقدر اعمل انتربريتيشن ما لم انا اكون عارفه يعني الابعاد حقت الدراسه. يا سلام عليك، يا سلام عليك، ممتاز. في حاجه اسمها بتستخدم في الانتربريتيشن، في حاجه اسمها standard error of statistic. هيشوفوا الليلة مع بعض بس سهرتكم معي شوية طويلة. في حاجة اسمها standard error، سمعتوا به قبل كده؟ أيوة أنا سمعت به بس ما تسألني عنه. يعني أنا لما أقول والله نسبة الطلاب المدخنين طلعت لي في البحث بتاعي 60% تمام، مفروض هنا أنا أشير لأنه أنا بعمل في عملية التقدير estimation صح؟ فمفروض أشير هنا لشنو؟ للإيرور بتاعي في الاستيميشن ده قدر شنو؟ فلازم أستصحب مع الـ 60% اللي هو الستاتيستيك بتاعي، أستصحب معاه شنو؟ الستاندر إيرور. الثقة. لا بس خلينا في شوية خفيف، ما أدري الثقة دي بعيدة شوية. نمشي خطوة بخطوة. لازم يكون عندك بيزيكلي يكون عندك ستاندر إيرور مع أي ستاتيستيك. فأنا أجي أقول والله 60% نسبة التدخين لكن الستاندر ايرور بتاعي 5%. يعني شنو 5%؟ يعني معناها النسبة دي تتغير بلس اور ماينس 5% بلس اور ماينس 5. ايوه ايوه يعني 55 او 65 مقبولة. ايوه عشان انا اتاكد تماما من دقة التقدير حقي وبعد كده بعمل الانتربريتيشن بفسر بثقة عالية تمام. فلازم طيب دكتور معلش نقطة، النورماليتي تيست والفرضية طبعا عندها علاقة بالنتيجة دي صح؟ بس ممكن تفسر لي النورماليتي تيست؟ أنا من أول أسأل على الفيسبوك يا دوب دخلت عن طريق الزوم. النورماليتي تيست طبعا يعتبر خطوة من الخطوات المتعلقة بتشخيص البيانات حقتنا، يعني نتأكد من إنه البيانات دي كويس، إنه بيانات سليمة وتصلح لانها تستخدم في العمليه البحثيه حقتنا. النورماليتي تيست واحده من الاختبارات التشخيصيه للبيانات. بمعنى يعني انا ما ممكن اجيب بيانات اقول والله انا جبت مثلا بيانات من حته معينه كويس ودي البيانات حقتي ودي نتائجي، لا لازم تورينا انه بياناتك دي
طبيعتها كيف؟ يعني هل اجتازت الاختبارات التشخيصيه حقتنا ولا لا؟ لانه عندنا نحن اختبارات التشخيصيه دي في الاساس في تعامل في الاول، بعد كده بطلع منها النتائج الاحصائيه البيانات دي. فالنورماليتي تيست واحده من الاختبارات الاحصائيه. هناخد نشوف فكره النورماليتي تيست اصلا او النورمال ديستريبيوشن ده شنو هو بعدين في المحاضرات الجايه، يعني ممكن من بكره او بعد بكره. طيب اوكي ان شاء الله. شكرا. طيب لكن هو موجود وين؟ انا عايز اوريك انه في التحليل الاحصائي هو موجود وين. النورماليتي تيست موجود هنا في الخطوه الخاصه بالمهارات الخاصه بالاختبار الاحصائي المناسب، اختيار اختبار الاحصائي المناسب. ايوه لا لا، في الاختبار اختيار الاحصائي المناسب. يعني انا ما ممكن اعمل اختبار احصائي او اجري اي احصائيه ما لم اتاكد من صدق وثبات البيانات و أتأكد من جودة البيانات، جودة البيانات. ها؟ دي خطوة مهمة برضو، دي مهارة برضو مهمة لازم نتعامل معها. طيب نحن قلنا آخر حاجة الانتربيتيشن، طبعاً دي نتائج حقتنا ونطلعها ونبدأ نفسرها. فالانتربيتيشن ده بيديك دائماً complete picture for what the data are trying to tell us about an actual problem. يعني الانتربيتيشن لازم يعكس لك صورة متكاملة. زي شوية الدكتور قال إنه طالما نسبة التدخين 60% معناها نسبة مرتفعة، معناها أتوقع إنه مستوى الدخول بتاعت الطلاب دي مرتفعة، يعني مستوى دخل الطلاب هو الذي دعا إلى وجود هذه الظاهرة. كويس. وكذلك قام يتكلم عن حاجات اجتماعية social factors أيضا الدكتور، معناها ده الانتربيتيشن. لازم الانتربيتيشن لأي إحصائية، لاحظ أنت تتكلم عن 60% لكن عملت complete picture for what the data are trying to tell us about an actual problem. يعني انت دائما الـ output بتاعك يديك complete picture، يعني ما تخط الرقم وتمشي طوالي على طول. يعني مثلا انا قلت لك اديتك احصائيه، قلت لك والله مدخلات المغتربين دي مثلا، مدخلات المغتربين 70% من دخلهم. طيب مدخلات المغتربين 70% من دخلهم، الانتربريتيشن بتاعك هنا هيكون كيف شكله؟ يعني عايز واحد يديني كومبليت بيكتشر للانتربريتيشن ده. يعني نسبة لانه يعني اصلا رواتبهم عالية فمنصرفاتهم اقل، فبيكون عندهم مدخرات عالية يعني. طيب ماشي، اجيب لك بلا منك. طيب تاني يعني كلام عام يعني بتاع جرايد، ما عنده علاقة بالتخصص، ما مشكلة. انا بس عايز اسمع الكومبليت بيكتشر، عايز كومبليت بيكتشر. ممكن يكون الموضوع بيتعلق ب يعني عملية الضمان الاجتماعي داخل الدول دي، او السلع بتاعه التامين الصحي والتامين الاجتماعي بتخلي انه مصاريفات الراتب قليله جدا. فاذا كان اطفالك بيتعلموا في المدارس الحكوميه وانت بتتعالج في مستشفيات حكوميه، فدخلك الزياده مفروض يمشي للسيفنج في يعني لو عندك محفظه في البيت، ودخلك الزيادة المفروض يمشي للسيفنج، لأنه أنت ما قاعد تصرف في أشياء اللي بيصرفوا فيها أو المصاريفات اللي يعني، أو ما قاعد تمشي إجازات مثلاً أو كده يعني. ده interpretation لاحظ لنتيجة إحصائية، تمام؟ هو المفروض الانتربريتيشن الباحث يكون كده، عنده المهارة بتاعت الانتربريتيشن يفسر، يعمل complete picture للنتيجة الإحصائية. طيب انت الان ما شاء الله يا دكتور عملت لنا كومبليت، يعني وريتنا كمان حتى المغترب ده عايش كيف، وضعه كيف، وضعه الاقتصادي كيف. لا معلش، انا يا دكتور انا رياضي، لكن يعني في ده بقوله اهتماماتي بتاعت انا في مجال الديجيتال ميديا والميديا يعني. تمام تمام أكيد تمام، ده اهتماماتنا. لا هو عادي، الانتربريتيشن دي يا اخوانا مهاره هي اصلا، يعني عشان كده انا حطيتها هنا في المهارات المتعلقه بالنتائج الاحصائيه. لازم مهاره انت تعرف تتعامل مع الاوتبوت بتاعتك، يعني الاستاتستكس اللي انت بتطلعها لازم تفسرها تفسير صح، تعمل منها كومبليت بيكتشر. ده هو اللي بيعمل التشويق في البحث العلمي. طيب واضح؟ طيب ايوه يلا ندخل في اسمه ايه ده يا دكتور. ايوه يا اخي معلش انا ترجع لي السلايد. طيب معلش لانه انا شبكتي كان فيها مشكله ولا ما سامع صوتك، فلو سريع كده ممكن ترجع علينا بتاعت الاس بس يا تو سلايد. يعني نعم السلايد دي بالضبط كده المهارات احنا قلنا طبعا بس سريع معلش ما في مشكله.
وقلنا في المهارات دي عندنا عملية تعريف تحت المتغيرات هنشوفها مع بعض. عندنا مهارة اسمها مهارة إدخال البيانات Data Entering هنشوفها مع بعض. عندنا حاجة اسمها بعدين هنميز بين حاجات في اختبار الإحصائي نفسه، يا اختبار المعلمي ده بودي في حتة واختبار اللا معلمي بودي في حتة، يعني ما لازم أفصل بيناتهم، ودي طبعا نوافذ موجودة في الـ SPSS. طبعا بعد ما نعمل الاختبار الإحصائي بتطلع لنا نتيجة جدول فيه نتائج أرقام إحصائية صح؟ طب الأرقام الإحصائية دي لازم أنا أتعامل معاها بمهارة اسمها مهارة تفسير النتائج اللي هو الانتربريتيشن. فلازم يكون عندك مهارة بتاع التفسير، يعني من رقم صغير أو من رقم بسيط كويس تعمل كومبليت بيكتشر للواقع حقك. يعني أنا بقول دائما عندي عبارة بعدين هنشوفها مع بعض، يقول يعني the final result يعني statistics the final result is not just a number، يعني الرقم اللي أنا بطلعه في الإحصائية ده ما رقم بس، it's a complete picture for what the data are trying to tell us about an actual problem، لأنه الرقم ده يعكس لك صورة متكاملة للواقع بتاع المشكلة حقتك اللي أنت بتدرس فيها. فمهارة يعني مثلا يعني نسبة مثلا 50% فلنفترض أيوة لأي حاجة مثلا، يعني أنا ممكن أفسر إنه مثلا ياخد ليه مثلا حدث مثلا أدتين النتيجة دي 50% مثلا كده أفضل تفسير فل. لا أنا ممكن أيوة صح، يعني مثلا لو قلنا على التدخين مثلا، التدخين عندك نعم. 50% من الطلاب يدخنوا نعم. طيب أنت بالنسبة لك، أنا غايته بالنسبة لي من ناحية بتاعت هيلسي شايفها عالية طيب، فأنت مفروض يكون مستوى استخدام الطلاب لعملية التدخين أو السلوك هذا السلوك، وتكون النسبة دي قليلة جدا، يعني مفروض تكون في حدود 10-20% دي مقبولة تمام. لكن لما نكون 50% من الطلاب بيدخنوا فدي نسبة معناها there is factors behind this phenomena، أنت معناها عندك عوامل كويس خلت الظاهرة تكون منتشرة بهذه الطريقة، فأنت تحاول كباحث تبحث عن هذه العوامل وتحاول كيف تؤثر على هذه العوامل بحيث إنها تقلل من هذا السلوك السيء. طيب أنا أحدد مثلا إنه ياخد نسبة دي عالية أو مثلا متوسطة أو عادية، معناته بناء على الحاجة لازم يكون مثلا عندي رينج، يعني عندي ريفرنس يكون صح، ممكن يكون عندك ريفرنس بس نعم ريفرنس عشان بعد كده ممكن افسر النتيجه، يعني ده الدسكشن، يعني حصلت الريزلت بعدها نعمل دسكشن للريزلت صحيح، لازم يكون عندك ريفرنس انت بتقارن بيه النسبه. نعم نعم طبعا نعم. طبعا يعني هي بتعتمد برضو على الريفرنس زي ما انت قلت. طيب نعم. عايزين نبدا خلاص في طبعا دي كانت مقدمه، عايزين نشوف التحليل الاحصائي ذاته عباره عن شنو. طيب من خلال الخبره لقينا انه التحليل الاحصائي، تركزوا معي شويه هسالكم اسئله كثيره في الشريحه دي، ركزوا معي كلكم يا دكاتره يا اساتذه استاذات دكتورات، يا ريت انور برضو معانا دكتور انور. مراحل التحليل الاحصائي اللي لقيناها عباره عن 6 مراحل، يعني انت لو عايز تعمل عمليه تحليل احصائي من ناحيه منهجيه يعني ناحيه منهجيه ومن ناحيه فلسفيه يعني هي عبارة عن 6 مراحل. طيب ما حطول معاكم، نحن هنحاول خلال 30 دقيقة نخلص إن شاء الله. طيب المرحلة الأولى طبعا هي عبارة عن البيانات حقتي اللي بجمعها أنا. طيب يا شباب معي. المرحلة الثانية أنا بقوم بعمل بصنف البيانات دي لشنو؟ متغيرات variables، لأنه الفيريبل الواحد مع فيريبل الثاني مع فيريبل الثالث مع فيريبل الرابع يديني داتا. طيب هنا في المرحله الثالثه الفيريبل سي بعمل لها حاجه اسمها استيميشن، مهمه جدا المرحله دي، يعني علم الاحصاء كله قايم على المرحله دي، يا ريت تكونوا مركزين معي يا شباب. التعقيد في علم الاحصاء كله، التعقيد والفوبيا بتاعت الناس من الاحصاء في الستيج دي، ستيج 3 دي استيميشن، تقدير ده لانه فيها جدل كبير جدا العمليه دي. الان الباحثين الاحصائيين او العلماء الاحصاء بدأوا يطلعوا من
المرحله دي عشان يبسطوا اللي حصل للناس فطلعوا من الاستيميشن ستيج دي بيجوا يتعاملوا على الاحصاء بطريقه ثانيه حنشوفه بعدين. طيب لكن نتكلم علم الاحصاء اصلا قائم على شنو؟ على الاستيميشن ده. طيب علاقه الفيريبل بالاستيميشن شنو؟ الفيريبل طبعا انا مثلا اخذ المثال بتاعنا قبل ذكرناه بتاع الطلاب والتدخين. انا عندي مشكله بتاع التدخين في الجامعه شايفها بعيني ملاحظه الجرايد كتبت فيها الناس بيتكلموا عنها يبقى معناها هي عباره عن ظاهره. اقوم اجمع الباد داتا بتاعتي حجمع الفيريبلز حقتي صح؟ الفيريبلز دي منها سؤال اللي هو ده فيريبل سؤال حيكون خاص بالتدخين حسب الطالب حقول له هل تدخن؟ عنده اجابه نعم ام لا صح مش كده يا اخوانا؟ او احيانا ممكن يقول لك يس اور نو او يقول لك شنو؟ نيوترال يعني ممكن احيانا يعني. طيب انا حاخذ الفيريبل ده حدخله في البروسيس بتاعت الاستيميشن دي. زي الكوشنير يعني. زي الكوشنير ايوه ما هو الكوشنير نفسه. انا ده اتكلم من ناحيه فلسفيه يا اخوانا بنعمل تحليل احصائي. يا دكتور معلش بس انا عشان يا ريت لو تعمل يعني شرح للفاريبلز ذات لانه يعني في ناس ممكن يختلط عليهم مع الفاريبلز معلش يعني الفاريبل دي اذا حطيناها كده هي الجدول العمر والسكن والدي اعتقد هي الحانات الفوق دي يا ريت تشرحها لنا من ناحيه يعني تكنيكال كده عاديه. طيب حاضر حنمر عليها طبعا احنا الشريحه دي حنمر عليها بالتفصيل بعد شويه لكن مثلا في مثال بتاع التدخين انا قلت انه والله الفاريبل بتاعي الان اللي بنتكلم عنه ده التارجت فيريبل حق الريسيرش السموكينج حسب الطالب عن السموكينج واحد يقول لي يس اور نو صح كده ده فيريبل ليه فيريبل لانه في طالب حيقول لك يس وفي طالب ثاني حيقول لك شنو نو وفي طالب ثالث حيقول لك يس وفي طالب رابع حيقول لك يس وفي طالب خامس حيقول لك نو هو فيريبل يعني ما عباره عن حاجه كونستنت متغير بين شخص واخر بين طالب واخر. طيب انا حدخله في عمليه بتاعت البروسيس دي اللي هي الاستيميشن حطلع منه شنو لما نخش في الاستيميشن بيطلع منه شنو النتيجه بتاعته نسميها شنو اوتبوت او انا عايز اسمع منكم قولوا اي حاجه يا اخوانا ريزلت ممتاز ثاني ممكن findings ماشي percentage تمام بس انتم ماشيين خالص قدام طبعا findings ولا يسموها results دي كلها حاجات خلاص انا فقفيتها ونقيتها وطلعتها من الغربال صح؟ انت كنت تقدير information يعني؟ كويس information كويسه حلوه information دي لكن ما بصلها percentage percentage ممتاز صح هي percentage لكن عندها concept قياس قياس او ميجرمنت او قياس فريكوينت كويس دي كلها عباره عن حاجه اسمها كونسبت نسميها احنا حاجه البرسنت والفريكوينس وكل هذه عادي انا اسمع منكم عادي انا منتظر يعني شيء طبيعي انا دا اسمع برين ستورمينج في الحته دي اناليسيس اناليسيس دي مرحله متقدمه هي اناليسيس لكن قدام شويه خالص قبل الاناليسيس ايوه طيب داتا فيريبلز استيميشنز استيميشنز بخش عشان البروسيس بتاعت ما هو بيطلع تقدير لكن بيطلع حاجه اسمها انا ما مشكله انا عايز البرين ستورمينج ده عشان اعمل شوك هنا شوف الشوك ده شفت الشوك ده بيعطينا شنو بيعطينا فاليو شوف انا عايز اعمل شوك هنا ده اسمه باور بوينت كده ستاتكس ايوه تدينا حاجه اسمها ستاتستيك تمام يلا لما يكون عندك اوتبوت بتاعت اس بي اس ما تقول لي زول دي نتائج بتاعتي بتقول لي شنو this is my statistics ها دي الاحصائيات حقتي دي اسمها احصائيات هنا لسه ما بقت شنو results ولا بقت analysis ولا تعمل على interpretation ما تعمل على اي حاجه لسه تفتكروا ليه اسمع منكم برضو برين ستورمينج معلش عندي سؤال ثاني السؤال ليه انا دي احصائيات لكن انا ما بعتمدها لسه انا ما في نتائج انا ما اختبرتها ما اجريت على اختبار ايوه مين قال ما اجري على اختبار شيرين
ممتاز شيرين، ليه ما عمل على الاختبار؟ ليه تعمل الاختبار ليه؟ متأكد دي إحصاءات مبدئية مبدئية ليش أنا ما قال متأكد ده ممتاز متأكد ليه؟ ستقل لي نسبة الإيرور الخطأ تابع لي الإيرور جاء من وين أنت؟ ما to compare it with the standard. طيب لا أنت الإيرور جاك من وين يعني؟ قدامك في الشاشة والله قدامكم من ال من ال variables 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 أو لا ما ال variables variables دي حاجة واقع أنت ما فيك تتحكم فيه estimation عليك لأنه أنا عملت عملية estimation فلا بد يكون عندي error فلازم أختبر الإحصائية دي في الخطوة الخامسة بعدها أيوة ممكن يا دكتور نشيل ال 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 statistic دي نشيل منها random sample and check it check in سلام عليك والله انت مشيت في شغل التقيل ده دي شغل عميق جدا في الجودة اشيل random sample and after that you know يعني عمل check it له في الريسيرش دائما دي في شغل بتاع شغل في الشغل التكنيكال المتعلق بالكواليتي اوكي مش تعمل العملية دي صح لكن في الريسيرش المنهجية في الريسيرش بتمشي في المسار ده انت بتعمل الاستيميشن بروسيس هنجي نشوف بالتفصيل بعد شويه طول بالكم معايا بس جدا نشوف بالتفصيل الاستيميشن بروسيس دي قصدي بها شنو طيب الاحصائيه اللي انا طلعتها اللي هو الفاريبل بتاعي يا اخوان ركزوا معايا في الحته دي بس الحته دي مهمه الفاريبل حقي هنا يتحول لشنو لستاتستيك احصائيه يس حصلت ترانسفورميشن عن طريق شنو الاستيميشن بروسيس فلانه انا عملت استيميشن لابد انه اعمل ايه تيستينج yes. عشان اتاكد من ايوه عشان اتاكد من جوده شنو الاحصائيه فانا ما ممكن اجيب اي احصائيه اقدمها للناس كده ها زي في الجرايد اكتب بالبوند العريض كده والله نسبه التدخين في الجامعات 90% يبقى كلام ما علمي ده يا اخوانا الساينتفك بروسيس او الساينتفك ميثودولوجي تفترض عليك انك تختبر اي احصائيه بتعملها او بتتحصل عليها تمام لانك انت معتمد على عمليه بتاعه استيميشن طبعا هنا الاحصائيين او العلماء او الباحثين بشكل عام عندهم معايير معينه للاختبارات دي واضح يعني اي احصائيه انت طلعتها بيقول لك والله انا عملت لها الاختبار الفلاني عشان نتاكد من انه هذه الاحصائيه تمام فيها نسبة قليلة جدا من الخطأ بعد ما تجتاز الإحصائية اختبار الخطأ القليل بعد ما تجتاز هذه الإحصائية هذا الاختبار بتدخل بعد كده في عملية شنو يا اخوانا بتدخل في عملية الانتربيتيشن خلاص تمام بيجي هنا حاجة اسمها انتربيتيشن لشنو لكن يا إما لحاجة اسمها representation إما تكون عايز تعمم نتيجتك دي على كل المجتمع حقك أو عايز تفسر النتيجة دي أو عايز تستخدمها في حاجة اسمها التنبؤ عايز تعمل بها prediction تنبؤ لزمني كان أو تنبؤ مكاني كويس دي الأدوات اللي هو الأناليسيس هنا بيجي هنا أناليسيس بيجي في الآخر في المرحلة الأخيرة دي كلها ده الأناليسيس والinterpretation بيجي في المرحلة الأخيرة اي عمليه بتاع التحليل الاحصائي في البحث العلمي بتمر بست مراحل دي يعني ما في اي مرحله اخرى ممكن تكون موجوده وزين الستيجز دي اللي احنا ذكرناها قبل شويه خاصه بمراحل التحليل الاحصائي للبيانات واضح طب تعالوا نشوف مع بعض لو في سؤال ممكن تسال سؤالك عادي طيب تعالوا نشوف مع بعض بالتفصيل مقصود شنو بكل مرحله من ديل طيب ركزوا معي أنا في كل مرحلة أسي هشوف الداتا مقصود بها شنو؟ أيوة الداتا فيها يعني نحن من خلال الخبرة لقينا إنه الداتا فيها في نوعين أساسيين من الداتا طبعا فيها أنواع كثيرة يعني في أنواع كثيرة أخرى لكن أهم نوعين بيتعاملوا معهم الباحثين يا إما حاجة اسمها cross section data اللي هي دي secondary data يا إخوانا اسمها cross section data واللي هي دي عبارة عن population No. البوبوليشن ده باخذ منه سامبل شوف السامبل بعمل لها كروس سكشن شايف بعمل كروس سكشن
اسمها كروس سكشن داتا، يعني يكون البوبوليشن حقي كويس، ده البوبوليشن باخذ منه سكشن كده، دي بسميه سامبل، بسميها ايه؟ العينه. طيب الفكره العلميه القائمه على هذا النوع من البيانات، هذا النوع من البيانات انه الجزء يحمل خصائص الكل، يعني ده ناموس كوني، ناموس كوني، يعني مثلا زول اللي عنده ملاريا او عنده اعراض ملاريا بيمشي المعمل بياخذوا منه شنو؟ قطره بتاع الدم، صح؟ يس. اذروايز لو 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 الجزء ما بيحمل خصائص الكل، يعني القاعده اللي سموها شنو، يعني مثلا القاعده الطبيعيه دي ما موجوده، معناها اي زول عايز يشوف عنده ملاريا لو اخذ تصفي دمه كله وبعدها تشوف عنده ملاريا ولا لا، لكن طبعا في الحاله دي بيكون هو انتهى يعني قبل ما يشوف عنده ملاريا. فانت طبعا القاعده العلميه المنطقيه المبنيه الفلسفيه قائمه انه الجزء يحمل خصائص الكل، طالما انه الجزء يحمل خصائص الكل اذا انا اتعامل مع المجتمعات بالسامبلينج. اتعامل مع التعدد شنو؟ بالسامبل. السامبل بتوفر لي الجهد وتوفر لي الزمن. الزمن ايوه الكوست. يا سلام عليك. ايوه الكوست وتوفر لي شنو؟ الزمن كمان، صح؟ يس. السامبل. يبقى الاحصائيين بيتعاملوا مع الحياه دي بالسامبلينج. طيب النوع الثاني من البيانات اللي بتعامل معها الباحثين اللي يسموها بيانات السلاسل الزمنية، ودي دائما في العلوم الإدارية والاقتصادية وكده. فكرتها شنو؟ تحليل مبني على شنو؟ إنه فلسفة مبنية على إنه ما حدث في الماضي قابل للحدوث في الحاضر والمستقبل، يعني الحاجة حصلت قبل كده ممكن تتكرر، لأنه الزمن هو اللي بيتحكم في الحاجة دي، إنه التايم فاريشن ده هو اللي بيخلي الفاريشن موجود في الفاريبل. طيب دي اسمها سلاسل الزمنيه. في نوع ثالث من البيانات دي ومعقد جدا نادر ما يستخدموه، بيسموه البانل داتا، اللي هو الدمج بين النوعين دي مع بعض، يعني ادمج الكروس سكشن مع التايم سيريز، دي ناحيه اسمها البانل داتا. دي برضو عندها طرق معينه للاستخدام او عندها ادوات معينه للاستخدام. طيب انا طبعا حركز بعدين امثلتي كلها في المسار الخاص بالكروس سكشن داتا. طيب ايوه هركز على الكروس سكشن داتا لانه الاس بي سي اصلا متخصص في الاريا دي بتاعت الكروس سكشن داتا. في برامج ثانيه زي الاي فيوز او برامج بتاع التايم سيريز حي اسمها بي سي جيف، دي كلها في التايم سيريز دي اسمها يسموها تايم سيريز سوفت وير اسمها كده، دي متخصصه في الحاجات الاقتصاديه. هركز على الاس بي سي في الكروس سكشن داتا، همشي على المسار بتاع الكروس سكشن داتا. طيب هقول الداتا عباره عن فيريبلز، الفاريبل نوعين، ركزوا معي. الفاريبل اللي بتحلل وتحليل احصائي او الفاريبلز الاحصائيه نوعين، في كوانتيتيف فاريبل او كواليتيف فاريبل سوري، اللي هي متغيرات الاسميه هي، ودي الاس بي سي بيصنفها نوعين، يا اما يكون اوردينال، يكون فاريبل اوردينال ترتيبي، او يكون نومينال واسمي او وصفي. ده كله بيعتبر شنو؟ qualitative variable، نفسه مو متغير اسمي، متغير اسمي. طيب في سؤال؟ ده تبع البحوث الكيفية يا دكتور مش كده؟ ده تبع البحوث الكيفية نعم، أو البحوث النوعية. طيب مثلا عندك المتغيرات النوعية، يعني أمثلة لها مثلا في زي نوع الوظيفة، مستوى المعيشة، العلوم الطبية، فصيلة الدم، الجندر في الهندسة مثلا، نوع المهندسين، في نوع الأسمنت اللي استخدمته في عملية إنشائية معينة، أو نوع المضاف الكيميائي اللي استخدمته في عملية إنشائية معينة، دي كلها يسموها qualitative variable أو متغيرات اسمية أو نوعية أو وصفية، اللي هي بتوصف لك حالة معينة للمتغير، توصف لك حالة معينة للمتغير. يعني مثلا مستوى التعليم، يعني مثلا انا سالت مستوى التعليم مثلا لشخص معين في كوتشينير، فهو هيختار لي يا اما ابتدائي او متوسط او جامعي او ثانوي،
فده بسموه ordinal variable. يعني المتغير لما يكون مرتب ترتيب تصاعدي او متناقصي، يعني الكاتيجوريز بتاعته مرتبه، ده بيعتبر متغير ترتيبي او ordinal. يعني مثلا الجندر، النوع الجندر بيعتبر من المتغيرات شنو؟ الوصف، الوصفيه نومينال. اي لكن في الشريعه طبعا لا ordinal، ولا رايك شنو انت؟ نعم لا 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 ما معنا الجندر في الشريعه ordinal ولا ما كده يا اخوان؟ ما في أي أوردينا. أوردينا. ذكر مثل هذا الأنسية. نعم نعم. وقعت الأخوات تقول لا أوردينا صح؟ الرجال غوامون على النساء. يعني في الشريعة في المصحف كده يا أخوان عندهم كلام؟ طيب. لا بس ده وسلاس زي أخوي كونتيتيف ما كولتيتيف. طيب. يا دكتور بس عندي أيوة. سؤال في 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 خصوصا في الحتة بتاعت النوع، لما نقول سكس عن جندر الفرق شنو؟ كويس صح كلامك حلو. هو التعبير العلمي انا حسب وجهة نظري جندر. طيب انا غايته طبعا انا يعني دي وجهة نظري، يعني ممكن بعدك تعرضوني فيها لكن ما عندي علاقة بالإحصاء يعني. لكن لو انا قلت سكس معناه بتكلم عن حاجه معينه او عن شكل معين. ايوه بتكلم عن شكل معين او وظيفه معينه او خصائص معينه، انا بتكلم عن خصائص معينه في اريا معينه. لكن لما نقول جندر معناها بتكلم عن اختلاف في خصائص كثيره جدا، بحيث كثيره ممكن تكون عندها علاقه بالتعليم، عندها علاقه بمستوى الدخل، عندها علاقه بمستوى الثقافه، يعني ما فيش في اريا معينه. فدي حسب وجهه نظري انا. فانت ترجمتي لي الجندر هو النوع بيتا. ايوه بيتا تمام. وفي واحد عنده وجهه نظر ثانيه عادي يعني تفضل. انا اعتقد دكتور انه الجندر مصطلح بتاع قياس اجتماعي لمستوى الفروقات بين الرجل والمراه، فانت ما ممكن تقيسه عن طريق السكس. ما بتقول انه والله يا اخي الانكم بتاع الميل مثلا كده، يعني السكس انكم للسودانيين 10% مثلا للزياده للرجل والمراه، ده اعتقد كده. اما السكس هو ممكن يتقاس في عمليات ثانيه بتاعت العيات البيولوجيه يعني. صحيح صحيح اذا متفق معي. طيب exactly. ايوه طيب اذا تعال نشوف النوع الثاني من المتغيرات اللي هو كوانتيتيف فيريبل، متغير كمي. ممكن يكون عندي متغير كمي كوانتيتيف قياسي، يعني انا بقيسه يعني بيعبر لي عن ارقام. طيب لكن احنا لما نكتب جندر او سكس هاي الاجابه حتكون نفسها الاجابه، يعني حتكون لا صح فيميل. لا ما صح، انا الاجابه صح لكن انا قصدي لك الاستخدام بتاعه في الريسيرش. في الريسيرش الجندر بتكون تايب يعني كالعادة، يعني ممكن تستخدمها تايب، وأحيانا بتكون مرادفة للقصة بتاعت السكس. يعني مثلا يعني أنا برضو عندي تعليق بسيط. أيوة. هي ممكن نقول إنه إحنا في الجامعات عموما لما نستخدم يعني زول القاري للاستبيان بيتعامل معاه نفس التعامل، فممكن احنا ناخده من ناحيه لغه. يعني انه مثلا لما تستخدم كلمات معينه مش بقول لك الكلمه دي مناسبه في الموضع ده والكلمه دي ما مناسبه، مع انه في النهايه بده نفس المعنى. وبالاضافه برضو ممكن نقول جندر ممكن زي ما قلت من ناحيه مجتمعيه، انه انا تصنيف المجتمعي ذكر او انثى. من ناحيه السكس زي ما قالوا انه ممكن بيولوجيكالي انت تمشي في مسار ثاني، انه مثلا ده تدرس للتوجه الجنسي المعين، مثلا انت هنا ممكن تختار السكس بنوع بايسكشوال هيتيروسكشوال هوموسكشوال اند سو اون. يعني زي ما قلت يا دكتور انه لما تستخدم سكس هتكون متخصص اكثر في السؤال بتاعك، لكن يا هو جندر حاله المجتمعيه العامه. السلام عليكم. برضه ممكن نضيف حاجه بسيطه هنا يا دكتور. ايوه الجندر هو يعني مفهوم مرتبط بمساله المساواه. يعني يقول لك انه الحاجه دي بتكون اللانجويج مثلا اللغه لما نتكلم، يعني ما بتكلم مع الرجال بس، لما نكتب في اللغه ما بكتب يعني مثلا اعضاء مجموعه الباحثين السودانيين، اقول الباحثين والباحثات.
فبقوم بعمل ايكواليتي، فهو حاجه مرتبطه بـ 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 بالمجتمع او علم الاجتماع اكثر من انها حاجه يعني داتا بيان. وفي الاحصائيه او في البحوث بصوره عامه انت داير لك بيان بس، ما داير حاجه يكون عندها اي حموله ثانيه مجتمعيه ولا غيره يعني. مضبوط، ممتاز ممتاز، كانت نظره ممتازه. طيب الفيريبل الكوانتيتيف اللي هو الكمي او القياسي ده بيتقاس بالارقام، يعني بيختلف من النوع والاسمي، التمييز بيناتهم مهم يا اخوانا. طب امثله ليهم طبعا، يعني مثلا عندي زي مستوى الدخل بتقيسه بشنو؟ بالجنيه، عدد سنوات الخبره بالسنوات، كويس. في العلوم الطبيه مثلا عندي عدد كليات الدم البيضاء، كويس. في الهندسه مثلا درجه مقاومه الخرسانه، عندك المهندس ده عنده درجه الخرسانه بيستخدمها في الانشاء عندها درجه قياس معينه، درجه هبوط الخرسانه برضه ده مقياس في الهندسه بيستخدموه. اي حاجه بتتقاس بالارقام دي بيسموها متغير شنو؟ كمي او كوانتيتيف فيريبل. مهمه يا اخوانا، مهمه جدا، لانه دي قبيل احنا كنا نتكلم عنها قبيل او تذكروا، حتى كنت عايزين امثله، ودل تمييز بين المتغير الكمي والنوعي او المتغير الاسمي والمتغير الكمي. ال الايج قياسي مشكله، الايج ايوه صح، الايج يكون متغير كمي. انا طبعا مش عشان الزمن ممكن اخذ منكم امثله، لكن بس قلت عشان الزمن. دكتور معلش، بالنسبه للايج اذا كان ارقام واذا كان انترفلز كلها بتكون كمي. طيب حلو ممتاز. اذا كان الايج انترفل، انترفل معناها انت بقيته اوردينال لانه بقيت كلاسز، شايفه ده عنه. اذا بقى انترفل معناه من عمر كده لكده ومن عمر كده لكده ومن عمر كده لكده، معناه انت عملته كلاسز وبالتالي اصبح اوردينال. ديفينتلي باي ديفينيشن هيكون الفئه العمريه القليله هي بتاخذ اللون الاصفر ده مثلا، والفئه العمريه المتوسطه بتاخذ اللون الازرق هنا زي ما موجود بس للشرح يعني، والفئه العمريه الكبيره بتاخذ اللون الاحمر للشرح طبعا، وهكذا. طيب فيبقى اذا بقى انترفل يعني بقى كلاسز بتاعت عملته لفئات معينه، اذا عملته انترفل معناها بيبقى اوريجينال فيريبل، تحول طوالي هو ايج، لكن الاوريجينال فيريبل هو كوانتيتيف. الاوريجينال شنو فيريبل؟ هو كوانتيتيف. اما اذا كان حولته لكلاسز معناها بيبقى اوريجينال، بتحول بيبقى اوريجينال اللي هو بيبقى من فئات المتغير شنو النوعي الكوانتيتيف. واضح؟ طيب طبعا دي بس امثله برضه لبعض المفاهيم المتعلقه بشنو؟ بالفيريبل. دي كونسبت برضه ثاني، يعني مثلا الكوانتيتيف بيسموه سكير، طيب الكواليتيف يسموه كاتيجوريكال فيريبل. احيانا تلقاها كده في بعض المراجع، سكير كاتيجوريكال، ها دي كواليتيف كوانتيتيف ماشي. طيب الكاتيجوريكال نفسها فيها الاوردين زي ما قلنا والنومينال، والسكيل فيه الكونتينيوس حاجه اسمها ديسكريت. بنيجي نشوفه قدام شويه، قدام حنشوف الفرق بين الكونتينيوس والديسكريت شنو قدام شويه في الدوره. طبعا دي ما محاضره واحده يا اخوانا، دي دوره تدريبيه كامله، ها هنيجي نشوف الفرق بين الكونتينيوس والديسكريت، حتى المفاهيم الاحصائيه دي مهمه جدا ان الناس يستوعبها. طيب الفرق بين كل واحد من ديل كالاتي، يعني مثلا في الكاتيجوريكال فيريبل الاوردينال زي ما وضحت لكم الترتيب هو يصنف الكاتيجوري بتاعت كل فيريبل. النومينال اللي هو بكون عندك انت ما في تمييز قياسي معين للفرق بين العنصرين. في السكيل عندك بالسكيل الكونتينيوس، الكونتينيوس ده عباره عن قيمه ما عندها حد معين، يعني مثلا تقبل الكسر العشري، يعني ممكن تقول الطول الوزن يقبل الكسر العشري صح، بالتالي كونتينيوس فيريبل هو سكيل لكن كونتينيوس. ديسكريت ده عباره عن حاجه كاونت انتجر رقم صحيح، يعني مثلا نقول عدد المراجعين او عدد المرضى اللي بيجوا عياده معينه كويس، او عدد الزوار لمنطقه سياحيه معينه، ما بتقدر تقول والله عدد الزوار دي مثلا 10.5 او عدد المراجعين للدكتور ده في العياده هم 5.5، نعم بتقول عدد انتجر يعني عدد صحيح. طيب فده الفرق بين في السكيل كونتينوس والديسكريت. طيب احيانا يعني مثلا النومينال يكون مثلا زي
مثلا في المثال ده هنا مثلا اللغة، اللغات اللي بتدرسها انت مثلا ماثيماتكس انجليش ساينس وهكذا، ها في النومينال ممكن يكون برايم يعني باينري، باينري يعني رقمين 0 1 ميل فيميل يكون نومينال، وممكن يكون اكثر من شنو برايم باينري باينري يعني ما يكون باينري، ممكن يكون مالتي فاريبل زي قدامنا الحاله قدامنا، او مثلا ممكن يكون اوردينال موجود في حاجه اسمها ليكرد سكيل، لو تعرفوا حاجه اسمها ليكرد سكيل في الكوشنير، مثلا strongly agree و disagree not sure agree strongly agree وهكذا، ها دي كلها تعتبر ordinal. السكير اللي هو طبعا عبارة عن حاجة قياسية أو الرقم بتاع الطالب مثلا في درجة اختبار معين. طيب الكلام ده مهم ليه؟ يعني مثلا بالنسبة لنا نعرف الـ variable ليه؟ لواحدة من الأشياء المهمة في الـ variable استيف الفيريبل، انه بعدين بختار الاحصائيه المناسبه، لانه كل احصائيه مناسبه او كل متغير عنده احصائيه معينه، كل متغير عنده احصائيه، يعني مثلا لو متغير كمي بعدين بتعامل معاه في الاريا بتاعت الزيت والتي والاف وكده، اذا كان متغير نوعي او اسمي بتعامل معاه في حاجه اسمها الكاي مان ويتني وهكذا. طيب هنشوف بعدين التطبيقات دي. طيب الحته دي برضو مهمه. طيب تعالوا في الاستيميشن بروسيس. طبعا احنا قبل شويه اتكلمنا عن شنو يا اخوانا، ركزوا معايا في الشريحه الجايه دي، معلش طولت عليكم، لكن الشريحه الجايه دي فيري انترستنج، مهمه جدا، ما بتلقوها في المراجع حتى، يعني دي من انا جمعتها من مجموعه مراجع كثيره جدا فسرت بها العمليه تحت الاستيميشن نفسها. طيب هنا عندنا مثلا في مرحله التقدير هنا، لانه احنا هسه قبل شوي قلنا الداتا فيريبل صح؟ احنا قلنا نمرر الفيريبل على الاستيميشن بروسيس صح؟ طيب في البروسيس بتاعتنا بتاعت الاستيميشن دي بيكون دائما عندنا مشكله. مشكله التقدير. دائما بيكون في ديفيشن بين شنو؟ بين حاجه اسمها السامبل والبوبوليشن باراميتر. طيب؟ طيب ركزوا معايا في الحته دي. يكون عندنا اخواننا هنا دي الستاتستيك بتاعتنا صح؟ ودي البوبوليشن باراميتر، يسموه اسم بوبوليشن ايش هو؟ باراميتر. بوبوليشن باراميتر. بوبوليشن باراميتر ده اللي هو دي القيمة الفعلية الموجودة في المجتمع. لاحظوا ركزوا معايا يا اخوانا، الكلام ده مهم شديد. يعني مثلا أنا بتكلم عن التدخين، نسبة التدخين تحت الطلاب. القيمة الفعلية الموجودة في الجامعة دي مثلا الفعلية هي والله مثلا 70%. طيب انا عملت استيميشن طلعت لي 65 صح؟ بيطلع لك 70 زي ما هي؟ يجي يقول لي صح؟ يعني لو جيت عملت عيدها ثاني معلش، يعني نقول مثلا النسبه الفعليه بي دي البي بي اللي هو اسمها بوبوليشن باراميتر يا اخوان، دي مصطلحات احصائيه مهمه. انا هرسل لكم بعدين ماتيريال فيها الحاجات دي مكتوبة مأخوذة من كم مرجع بتفسر العلاقات دي كلها مع بعض. طيب غير السلايد يعني، لكن البوبوليشن باراميتر اللي هو البي دي عبارة عن القيمة الحقيقية أو الفعلية لي للظاهرة. واضح؟ نعم. يعني مثلا نفترض طبعا دي يا اخواننا اصلا هي النون، القيمة البي دي النون صح؟ يعني النون يعني ما غير معروفة القيمة دي، ما معروفة صح؟ لأنه لو هي معروفة أصلا أنا ما بعمل ريسيرش ولا ما كده؟ نعم غير معروف. واضح حدي؟ لو أصلا القيمة دي معروفة ليك ما بتعمل ريسيرش أصلا، خلاص بيكون ريحتنا. لكن لأنه البي دي اسمها البوبوليشن باراميتر دي unknown، أنت بتعمل ريسيرش تو استيميت شنو؟ البوبوليشن باراميتر. نعم أيوه أصلا الفكرة كده بتاعت الريسيرش أصلا. طيب نفترض انه القيمه دي 70% يعني المدخنين في الجامعه هم 70% وانا طلعت لي 65، ممكن الاس تطلع 70 برضه؟ في ايرور، في ايرور صح؟ نعم، لانه انا باخذ سامبل يا اخوان من البوبوليشن صح؟ نعم. البي دي ما هي عباره عن كل البوبوليشن، يعني مثلا انا عندي في الجامعه دي 10,000 طالب تمام؟
لكن انا من اللي اخذ سامبل ما اخذ ال 10000 كلهم صح؟ نعم بصير راندوم. لا السامبل دائما على الاحتماليه السامبل. لا هاخذ سامبل يعني صح؟ نعم هاخذ سامبل، السامبل دي حطلع منها احصائيه. الاحصائيه عشان تعطيك ايوه تديني مؤشر لشنو؟ للقيمه الفعليه تحت المجتمع. نعم. طيب؟ طيب لما انا اخذ اطلع المؤشر ده ده بسموه الاس ستاتستيك ده. دائما ما بكون مساوي تماما لشنو؟ البوبوليشن بارامتر. مستحيل يساويه. ودائما بيكون في ديفيشن، الديفيشن ده بيسموه مارجن اوف ايرور. بيسموه شنو؟ مارجن اوف ايرور. margin of error دي اللي فور ديفيشن. طيب طيب نسبه الخطا. ايوه نسبه الخطا يبقى معناها اي عمليه استيميشن بتاعتي بيكون فيها نسبه خطا. طيب لازم يكون فيها نسبه خطا. طبعا الخطا ده ممكن يكون ديفيشن comes by sampling error ده بسموه يعني خطا غير مقصود. ده بسموه common error يعني خطا غير مقصود. يعني لو في ناس عندهم علاقه بالجوده هنا لو موجودين معنا في اسمها الكومن ايرور بالجوده اللي هو الخطا اللي انت ما بتقدر تتحكم فيه يعني بيطلع لك كده اراده الله جابته لك كده موجود لازم يكون فيه. طبعا الاس ما ممكن يساوي البي نهائي لانه الاس لو ساوى بي معناها مارجن اوف ايرور صفر وده مخالف للطبيعه ومخالف للواقع. لازم يكون عندك مارجن. فالمارجن اوف ايرور ده لازم انت تستصحبه معاك في اي احصائيه بتطلعها. اي احصائيه انت بتجيبها بتطلع المارجن اوف ايرور معاك تقول والله انا عندي الاحصائيه طلعت لي كده الايرور بتاعي كده. خلاص ايوه. طيب يا دكتور لو ما خدت دقيقه اجيك بعد شويه. لو ما خدت المارجن اوف ايرور يبقى كلامك كلام جرايد. سمعتوا بحيث العباره دي؟ نعم. ايوه يعني دائما اسم مثلا لو في زول في جريده كتب ببوط عريض نتيجه احصائيه او كتب احصائيه معينه فافترق الناس دائما بيندهشوا للكلام ده. هو ده كلام جرايد يعني لا المفروض هو طبعا علميا يقول والله يا اخي انا طلعت الاحصائيه. طبعا المقال العلمي يختلف عن الكلام الجرايد. شفتوا كيف؟ الساينتفك ريبورت يختلف عن الجورناليست ريبورت. فهنا الجورنال ريبورت ده ما عباره عن احصائيه مكتوبه اتعملت استطلاع معين بدون ما يشيروا للايرور بتاعهم في الاستيميشن. هنا بيبدا دخل على الدكتور بس في حاجه يا دكتور الحته دي بالذات لما نيجي الحته بتاعه الداتا فيجواليزيشن او لما تيجي انت تشرح الداتا للمسؤول عشان تتحول الداتا دي سواء كان لبوليسي او لخبر انت بتحتاج انك بتشرح الحاجات وما بتقدر تخط الايرورز بتاعتك في الداتا لانه انت ما بتضمن مدى وعي المسؤول اللي حينفذ الداتا دي البوليسي ميكر الديسيجن ميكر اللي حينفذ الداتا دي وعيه بـ 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 بعمليه الايرور دي. انا اعتقد انه الحاجات دي عشان كده هي مخبأة من الجرايد ده السبب يعني. طيب كويس كلامك كلامك منطقي انا قبلته. لكن طبعا انت مفروض لما يعني حتى لو كتبت مقال في جريده انا شايف المجلات الاجنبيه دائما بتعمل كده يا اخوانا مجرد ما جابت لها احصائيه بتقوم بتشير في المقال في التصريح استيميتد لمفاهيم احصائيه مناسبه يا استيميتد هاي بتشيل مفاهيم احصائيه منها الستاندر ايرور او منها المارجن اوف ايرور منها ايه المارجن اوف ايرور. قبل شويه كان في اخت برضو كان عندها مداخله تفضلي. انا كنت عايزه اقول انت قبل قلت انه البي النون. طيب كيف اذا البي النون انا عارف الايرور كيف احسبه؟ ممتاز طيب ممتاز. طيب انا هنا طبعا يعني لاحظ معي لانه البي انون انا لو قدرت اعرف الاس واعرف المسافه بين الاس والبي حقدر اعرف قيمه البي صح؟ او اذا ما وصلت لها 100% بتكون 99%. طيب كويس دقيقه انا اجيكم في منطق معين. الاحصائيين قاموا عملوا حلوا المشكله كيف؟ عشان انا اعرف قيمه البي دي اقوم اصلا الاس دي حسبتها انا صح؟ يس. اقوم احسب المسافه ديستنس بين الاس ام بي. إذا أنا قدرت أعرف المسافة دي يبقى أنا عرفت قيمة البي بالتالي أيوة. أصبحت وده ده الاكتشاف البحثي بتاعك. الاكتشاف البحثي مهمته في إنه كده عيدة عيدة تانية دكتور معلش. الاكتشاف البحثي في إنه مهمته شنو؟ أنت تكتشف أو توجد الإحصائية بتاعتك وتوجد المسافة بين الإس والبي. بالتالي إذا أنت قدرت تعرف المسافة بين الإس والبي تقدر تعرف قيمة البي. أديك مثال بسيط بس بسيط جدا المنطق بتاعه كده هي
انا حوريكم طريقه بعد شويه كيف تحسب المارجن اوف ايرور. هديك طريقه تعرف بها المارجن اوف ايرور عشان تقدر تعرف قيمه البي لانها هي انون. نقطه مهمه، شفت انا قلت لكم الاسئله مهمه ليه؟ لانه بتخليني انا اضيف نقاط مهمه للناس ما ذكرتها. يعني عفوا يا دكتور، اذا كانت البي انون عندي الاس اللي هي السامبل او الحاجة العينة الستاتيكس الحاجة الشائلة، ممكن يكون إذا فرضنا مثلا هم 100 طالب في الكوليدية غير نعرف اللي بدخلوا كم، جينا مثلا عينة سامبل من الشباب دي راندم مثلا زي 20 طالب، عملنا معهم دراسة دي عرفنا منهم 18، بعد ذاك الفرقة بين ال 20 لل 18 من ال 20 لل 100، بعد ذاك بيكون في ملط تضرب ال 20 في 5 على اساس انه تديك ال 100 طالب. الريزلت بتاعت ال 18 في 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 5 اللي هي ما هتجيب لك ال 100 طالب، ممكن تديك اللي هي استيميتد اللي هي فيها فيها جزء من الهامش الخطا. ده تقريبا بعد ذاك ممكن يديك ال بي بحاجه ما 100%، وغادي انه يكون 80 او 90%. طيب كويس. طيب لكن في طريقه افضل من كده. اوكي. طيب اللي هي شنو؟ يعني مثلا انا الان قلت انه الاس حسبتها لقيتها كم؟ 60%. حلو؟ يس. المارجن اوف ايرور بتاعي 10% او 5% مثلا او 10%. Yeah. يبقى معناها البي كم؟ 5 اللي هي اس بلس المارجن ايرور. ده طبعا دي طريقه بسيطه، هو الطريقه طبعا العلميه ما كده، لكن دي الطريقه البسيطه عشان اقدر اعرف انا البوبوليشن بريشر كم عنده. طيب أوكي. لكن ديفينتلي طبعا هي المارجن اوف ايرور بيكون دائما بيديك حاجه لايز بتوين، يعني بيكون دائما بلس عن ماينس، ما بيكون دائما شنو بلس. طيب لكن هنا انا بس في المثال ده عشان اوصل الفكره انه الديستنس دي او المسافه دي اذا انا قدرت اعرفها معناها حقدر اعرف البوبوليشن بارامتر كم عنده. السؤال هنا بالنسبه لنا احنا المهم جدا احنا كيف يعني مثلا كل ما كان المارجن اوف ايرور ده هاي، كل ما كان الديستنس بين اس هاي، كل ما كان الاستيميشن معلول. اخوانا ضايع مو بريسايز. سمعتوا حاجه اسمها الاكيورسي، حاجه اسمها بريسيجن؟ ما حقيقي شديد لما تكون مسافه كبيره. بالضبط كده، ما حقيقي شديد. بريسيجن والبريسيجن والاكيورسي هي دقه. ايوه المارجن اوف ايرور بيقيس لي البريسيجن والاكيورسي بتاعت النتائج بتاعتي. دي مفاهيم مهمه جدا في البحث العلمي او في البحث العلمي كله بشكل عام. طيب البريسيجن هنا او الاكيورسي، كل ما كان المارجن اوف ايرور قليل كل ما انا الاس قربت من البي، كل ما اقتربت الاس من البي، وده طبعا بالنسبه لي حاجه كويسه صح؟ كل ما الاس اقتربت من البي النتائج بتاعت النتائج الاحصائيه معناها بتاعتي كويسه. طيب السؤال هنا ثم نطول، طبعا في كلام كثير هنا لسه، لكن السؤال كيف انا اخلي المارجن اوف ايرور از مينيمم از، انا كيف اخلي المارجن اوف ايرور ده اقل ما يمكن؟ كيف ده السؤال بالنسبه لاي باحث لازم يعرفه صح؟ نعم. كل ما قللت لازم احدد البوبوليشن. ايوه في فاكتور صباح نشوف اسي بعد شويه. ممتاز. ايوه قلت ايه في باشمهندس دكتور تكلم قبل شويه. كل ما كان المارجن اوف ايرور اصغر كل ما يمكن يعطيك النتيجه او صح، كل ما كانت النتيجه دقيقه. طيب معناها انا بالنسبه لي لازم يكون مارجن اوف ايرور صغير. نعم. قبل شوي تكلمت قالت ندى قالت انه المارجن اوف ايرور لازم يكون اصغر ما يمكن. طيب كيف انا اخلي المارجن اوف ايرور اصغر ما يمكن؟ حشوف ممكن يكون السامبل على البيبيس ستاتستيك ممكن يكون بالسامبل سايز statistic يزيد النمبر سامبل سايز. يا سلام عليكم. او ابني الاستيميشن ذات نفسه على بريفيوس ستاديز كانت خاطئه، كان جات فيها ريزلت معينه كويس. دي برضه ممكن ازيد الريبليكيشن برضه. والله انتوا بتلفوا حول الحاجه كده حول الحمى يعني ممكن ازيد صح. طيب انا هشوف الفاكتورز هنا لما بعد هشوف الفاكتورز دي عشان نطول. طيب عليكم دكتور قبل أيوة. ما تشوف الفاكتور قلت بتورينا طريقه لحساب المارجن اوف ايرور.
طريقه معينه قلت لي حساب المارجن اوف ايرور الان هي قدامنا في الشريحه قدامنا شريحه قدامنا تلاحظوا معي بس ركزوا معي كده في المعادله دي انا ما يا اخوانا ما عايز اطول عشان ما اطول ساهر عليكم اديكم تاني كم نتكلم بديكم تاني يعني كم كده زمن مش ساعة كثير ولا كويس ولا أقل من كده أقل من كده أقل طيب كم نخلي 20 دقيقة 10 دقائق عشرة 10 دقائق 10 معقولة 10 مناسبة 10 10 ولكن نخلص بكرة لأنه أو يعني نواصل بكرة إن شاء الله السلام عليكم ممكن 10 دقائق عشان دقيقه نحاول بكره نبدا في الانتايم يعني شوف الاحصائيه ده مو الاحصائيه فهم المفاهيم الاحصائيه الستوري بتاعت الاستاتستكس زاده مهمه جدا للباحث المناقشه ولا تكون فاهم انت الناس بيتكلموا عن شنو يعني خلاص فانا بركز على الجانب النظري كثير جدا اكثر من الجانب التطبيقي التطبيق موجود في اي حته بتاعي. طيب عارف 10 دقائق نفس نشوف الدي او المعادله واحد دي المعادله واحد عندنا المارجن اوف ايرور دي بيساوي حاجه اسمها زد اور تي طبعا هي كونفيدنس هي اسمها الكونفيدنس ليفل ليفل اوف كونفيدنس مضروبه في حاجه اسمها اس اي طب الاس اي ده بيمثل شنو هنا ستاندرد اوف ايرور ستاندرد ايرور ستاندرد ايرور او الخطا المعياري ايوه ستاندرد ايرور الخطا المعياري ده هو المقياس للمندو ساندر تمام المقياس اللي بنقيس به المارجن اوف ايرور في اي احصائيه هو شنو واضح نجي بعد كده جمعيات عائله الخريطه الدينيه بتاعته جايه من وين كده طيب المعادلة 2 المعادلة 2 من المعادلة 1 نفسها طلعنا الستاندر ايرور هنا طلعنا منه حاجة اسمها سيجما اوفر سكوير روت اوف ان سيجما تحت الجذر التربيعي ل ان السيجما شنو؟ عرفت معياري وان بتمثل شنو؟ حجم العينة صح؟ يس تمام لاحظ معاي سيجما علاقتها بالدي شنو؟ سيجما علاقتها بالدي هنا شنو؟ بالمارجن اوف ايرور شنو؟ علاقة طردية ولا عكسية؟ طردية طردية طيب السيجما دي اللي هي قبل شويه في واحده اخوتنا قالت الدراسات السابقه صح؟ ايوه اسمك تشوف الفلوت وين؟ كويس حلو طيب لقيت انه ما في طريقه طيب فهنا السيجما كل ما زادت السيجما اللي هو السيجما طبعا بتقيس شنو يا اخواننا؟ بتقيس التباين او عدم التشابه في البيانات التباين في شنو؟ في البيانات حقتي يعني كل ما كانت بياناتي مختلفه كل ما كانت البيانات حقت المجتمع مختلفه شديد يعني في عدم تجانس في البيانات كل ما كان شنو؟ السيجما كبيره شديد بالتالي ده بيحصل لي بعدين في شنو؟ مارجن اوف ايرور بيبقى لي بعدين مارجن اوف ايرور هاي اديكم مثال بسيط ولا واضح؟ لا لا واضح واضح بس كل ما كانت سيجما صغيره قليله ايوه ممكن
انا بس داير تكومنت على ال... انت في السعوديه صحيح؟ لانه شكله في مشكله في ال... في الشبكه بتاعت أيوة. الانترنت بتاعتك مرات الصوت بيجي كده متقطع. والله انا النت بتاعي ده واي فاي عادي الفل وزين كمان. السلام عليكم. لو ما في تدقيل على الناس معلش المعادله من بدايتها كده الصوت كان ما واضح، فهل اذا الناس ما عندها مشكله وانت ما عندك مشكله دكتور تعيدها ثاني على السريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. الدكتور شكله الاتصال بتاعه معادلة واحد ولا المعادلة واحد ولا المعادلة اثنين المشكلة؟ المعادلتين المعادلتين أفضل، لأنه في المعادلة واحد على نهاية الصوت كان ضاع، ومعادلة اثنين أصلا ما فهمت منها ولا شيء، وبعتذر مرة تانية يعني إذا آخر الناس وكذا. ومعادلة الصوت مختفي. طيب يا شباب أنا بقترح إنه لبكرة ممكن نجيب هنا ده، لأنه الإنترنت يا دكتور إياس الإنترنت بدأ يقطع شديد، يعني جات نفس المشكلة الأولى دي بالضبط كده. تمام تمام ما عندنا مشكلة، ممكن نعمل ستوب هنا ونواصل لقدام. السلام عليكم. نواصل. طيب الناس الحاضرين أسي يا شباب، لو في زول حضر وما كان مسجل أنا خطيت الرابط بتاع التسجيل في الكومنتس وخطيته في الفيسبوك. الناس اللي ما حضروا اللي كانوا مسجلين وما حضروا بكرة ما هنخليهم يخشوا، يعني الناس الحاضرين بس الليلة من المسجلين، والناس اللي هيسجلوا الليلة من الحاضرين، دي الاثنين البكرة هنرسل لهم العنوان بتاع الجلسة، على أساس إنه إحنا دارين الناس يا أخواننا تحضر الجلسة الدورة بصورة كاملة، وبعد ذاك إحنا عندنا كويشنير هنرسله لهم، وبعد ذاك متوقعين من الناس برضو تساعد يعني. دكتور انور الساعه كم ان شاء الله؟ هلا انا ما جاني الرابط. الاتندس الاتندس انت اخذته كيف؟ انا ما جاني الرابط بتاع ما جاني الرابط بتاع التسجيل انا باخذته اسف في الجروب بتاع الواتساب. والناس الموجودين في جروب الواتساب ديل اخواننا، والناس اللي بتصلهم الايميلات ديل هم الناس المسجلين. هسه يعني احنا بنهايه اليوم ده الليل اسي هنشوف منو من المسجلين حاضرين، اي زول تاني هنشيله برا ما هنرسل له بكره. يا دكتور انور ما تشيلني برا. لا دكتور طيب لو في يا اخوان اسمعوا في حاجه زي ما اقول لك شنو، ما في حاجه مجانا في الدنيا دي، يعني الليله اللي قلت لي دوره بتاعت حاجه انا حتفيدني في حياتي وبتاع، لو في سهر بساهر، لو في قروش بدفع، لو في الى اخره، فكونك تقوم تقول والله يا اخي انا هحضر الدوره وتسجل وما ونحن نكفل التسجيل. مرات بيكون عندهم ظروف دكتور يعني ما نحن كلنا عندنا ظروف يا اخواننا، ما كمان عشان لا في ناس ما قدروا يدخلوا يا دكتور، في مشكله في الفنيه يعني خلاص اوكي تمام. القطر ده مشى، في دوره ثانيه بتجي ودوره ثالثه، لكن الليله الناس الحاضرين الموجودين دول هم اللي حيواصلوا لها. مفهوم؟ طيب الاتندس اخذته؟ الاتندس حناخده اسي منكم، ال 29 نفر الموجودين دول خلاص يعني تركهم اسف كده. ارسل لنا بس اللينكات عليك الله في الواتساب عشان انا مضطر اطلع. اللينك في الواتساب بس حيصل للناس الموجودين داخل الدوره بس. خلاص تمام تسلم يا دكتور. طيب دكتور انا ما موجوده في مجموعه الواتساب يا دكتور انور. اسي ما ارسلت انا الرابط هنا في الكومنت. سجلت؟ طيب سجلنا في الرابط ولكن ما في يعني جروب واتساب، ما في لينك لجروب واتساب. الجندر يا دكتور. يا اخواننا الرابط الناس تسجلوا ايميلاتهم، الايميلات دي شلناها ورسلنا لهم تفاصيل الميتنج والعنوان بتاع جروب الواتساب. اوكي ممكن الايميل يكون مشى للسبام ولا مشى للجنك في ايميلك، فتشوفوا من هناك. يعني احنا دارين شنو يا اخواننا، يعني الناس تساعدنا عشان نقدر نساعد يعني. ها
تمام جدا تمام جدا دكتور. مسالتين دي ما في مشكله، كلام واضح جدا ما في مشكله. هسه انا بعاين هنا ده للريسبونسز بتاعت الناس اللي سجل تمام. انا صراحه لينا يعني الاسئله انا باخذ منكم باخذ منكم اتندنس هسه في اللحظه دي. ولي الدين موجود؟ بعض الاشياء ولي الدين ما موجود. ساريه، ساريه فتحي موجوده؟ زول اخوان يساعدني في ال اوكي. ساريه موجوده؟ انور، انور ضف. طيب برام موجود؟ برام شفت الصوت. محمد التاي موجود؟ مصطفى ابراهيم موجود؟ مصطفى ابراهيم ما موجود. طيب نادين موجوده؟ موجوده نادين تمام. وائل تايسير موجود؟ وائل ما موجود. المفروض معلش الناس اللي موجودة كل واحد يفتح المايك بتاعه إذا زعوا اسمه يقول نعم. أي بس يا إخواننا إحنا بنعمل الحاجة بالطريقة دي ليه؟ لأنه يعني في ليفل بتاع 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 responsibility مطلوب مننا عشان نقدر نمشي لقدام كمجموعة بتاع سودانيين كمجتمع سوداني ككل. نعم نعم تمام. وائل تايسير ما موجود تمام. طيب نهال، نهال تايسير موجودة؟ موجودة. نهال موجودة. عفاف، عفاف عمر. عفاف موجودة. بلقيس موجودة؟ نعم. تمام. ابتهال موجودة؟ طيب كثير عبد الوهاب موجودة؟ ما موجودة. ابتهال وكثير الاثنين ما موجودين. طيب داود زكريا موجود؟ يا ريت اقول الاسم كامل. ابتهال مين؟ ابتهال عبد الله محمدين. اوكي. داود زكريا ما موجود. طيب هويدا. طيب طيب دكتور انا اقترح ان نكتب اسمعنا بس في الشات هنا ده عشان اي زول يكتب اسمه بيكون ظاهر بدل ما يعني ننده كده. لا انا عندي لسه ممتاز. واصل 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 بس المسجلين عددهم شويه. هويدا، هويدا احمد موجوده؟ تمام. فاطمه ابراهيم عبد الله البدوي. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انا عمل عمل ها محمد علي. عمل محمد علي قال نعم. أمل محمد علي قالت إنها موجودة. موجودة صوت عندها لسه لسه بس بجي على الأسماء كلها. أخوانا الزور ما مسجل بعد ذاك يستخدم الرابط يسجل بال... أنا اسمي عبد الله علي قال أنا طالع من كنا الله. أنا عبد الله عليك الله ما قادر تصبر لك دقيقة بس انتهي من البتاع ده. طيب فاطمة إبراهيم، فاطمة موجودة؟ فاطمة موجودة. زكية النور موجودة؟ موجودة. ناجية، ناجية سليمان. نعم نعم موجودة. عواطف محمود. نعم. ميمونة عبد الرحيم ما موجودة. موجودة ميمونة، موجودة ميمونة متأكدة أنا. موجودة؟ أيوة. أنا عايز أنا أتعلم لنا الحركات بتاعت الطلاب ديك بتاعت تتنتج. لا 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 جنبي جنبي جنبي. كذي كذي. ترى ميمونة دي موجودة معانا معانا يا دكتور. بلغت يا دكتور يا أخي، بلغت يا دكتور. تقول لي ترى أنت قاعد جنبي أنا متأكدة. إحنا إحنا جروب، إحنا يا دكتور أنور جروب جامعة الملك فيصل. يا أخي الله يديك والعافية، كيفك يا دكتور؟ إن شاء الله بخير. طيب شيرين، شيرين محمد علي موجودة؟ موجودة موجودة. الكينينة، الكينينة إبراهيم. يا دكتور أنور والله في البنات دي في صوت واحد بيقول موجودة. هاي لاحظت ليه وأنا؟ الكينينة موجودة؟ هي والله إلا أنا أصوات مش شافها بس. الكينينة معقولة يا أصلا أنا صوتي ده مش كان صوت طول هنا يا دكتور أنور. المحيدر سلمى. سلمى موجودة. طيب عصماء الهادي؟ سلمى، سلمى حيدر موجودة. ممكن نستخدم يا دكتور أنور ممكن نستخدم بصمة الصوت. هاي بقى كده بس يا اخوانا ممكن تعمل اتندنس بعد ذاك تورنس في الصباح. أمينة موجودة؟
علي عبد القادر موجود اسماء دكتور انور الصوت بيقطع ممكن اسماء اسماء قاعد يكون سمعي اسماء علي عبد القادر ما موجود طيب سلافة محمد عثمان دكتور اسماء موجودة هي ما كويس هاي والله والله علمتها انها موجودة ما في مشكلة سلافة سلافة آلاء آلاء محمد أحمد آلاء شريف مصطفى أيوة ندى مصطفى علياء ندى أنا عارفة أنك موجودة طيب شكرا يا دكتور تسلم علياء علياء موجودة تمام تمام محمد خير علي حسين طارق محمد علي خالد حسن فاطمة محمود رضاب موجودة ميساء أبرار عبد الله السائر نعم نعم الشيء ما أعرفه سالي عبد المنعم ما اعرفه امل ما اعرفه شالو دول ما اعرفه عبد الله عبد الله حضور ها عبد الله موجوده اهي وامل شكرا علي موجوده قصي عبد المنعم رامي عبد الله عبد الرحمن نمار قيولي وهب الله كمال الدين نعم وهب الله ايوه نعم ابتهاج موجوده ياسر نعم. بشير ياسر بشير ما موجود ابتهاج مسجل ابتهاج عندك كربون في هنا ولا شنو سلسبيل عبد الحليم ابتهاج موجود عبد الحليم نفيسة نعم نعم يا دكتور ميعاد ايوه موجوده امتثال ايوه موجوده تمام كده وصلنا احنا في التسجيل بتاع الناس اللي سجلوا الليله خلاص معناه كده يا شباب الاتندنس بتاعنا انتهى طيب دكتور التسجيل بتاع السيشن دي حيكون موجود يا دكتور يا انور احنا اسمعنا ما جات ما انت حتسجل جديد يا ضياء اساسي موجود في السيشن لكن مو مسجل حتسجل انا التسجيل بتاعك يا دكتور دكتور انا سجلت خلاص يا دكتور نعم يا دكتور انا يا دكتور انا ما حيدر سمعتك قلتها ما موجوده ما عملتني نفسك سلمى حيدر ايوه ايوه قلت اسمها لكن هي ما سمعت تعتقد ما مشكله انا براجع سلمى حيدر ما في مشكله الناس سجلوا اخواننا جدا معناه شنو معناه دي الناس حاضرين كلامنا اللي بيتكلم فيه ده وكانوا تعرفون هنا اليوم الاول يعني احنا اي زول حضر الليله واي زول سجل بناء على كلامنا ده ده حرسل له ايميل فيه العنوان بتاع الميتنج بتاع بكره وفيه الجروب بتاع الواتساب اللي هو حيكون متشارك اي زول تاني حنشيله برا يعني انا حرسل للناس الاسي ديل عنوان بتاع جروب واتساب تاني والله نشيله برا يا اوكي تمام تمام اتفقنا يا شباب شيكت على الايميل هسه ما لقيت حاجه فحبيت انبه يعني لكن باين ان لسه ما رسلته هاي لما اسي هون ده انا بس عملت البتاع ده وحقوم ارسل للناس اسي في اي سؤال فيما يخص التنظيم يا اخواننا انا شغلي كله تنظيم اللوجيستيك والتجهيز بتاع الحاجات دكتور طيب شكرا شكرا جزاكم الله خير اقتراح دكتور انور تفضل بالنسبه للانترنت بتاع الدكتور فهو هو في السعوديه ممكن جميل. يشوف ما اذا كان في مشغل ثاني ولا حاجه افضل من الخدمه اللي هو يعني عليها اسي يعني هو ما نحن ما عندنا
هو بيقدم لنا خدمه زي ما قلت انت مجانيه وربنا يجزاه خير وربنا يجزيكم انتم خير، لكن افتكر عامل الانترنت مهم جدا فيها. صحيح. ففي جاي مع الانترنت بالضبط. فالدي الدي اس ال في السعوديه يعني من الحياه اللي الانترنت بتاعها كويس شديد، هو ممكن ما يتوفر له حتى انه يوصله بكره وكده، لكن حتى الواي فاي اللي هو فيه ده يحاول يقلل الاجهزه المتصله به مثلا على اساس انه بعد ذاك يشوف الحل الامثل شنو يعني كده. يقلل اللودينج. ايوه يقلل اللودينج عليه ده ممكن. دكتور يلا انا همشي يا دكتور معلش. خلاص اي بعد ده ممكن اذنك يا دكتور. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا لكم ما شاء الله. دكتور ده ممكن حتى بس في الفتره بتاعت البث المباشر. الحاجه الثانيه بالنسبه للزمن، انا ما عارف لانه في دورات تانية وفي ناس عندهم ارتباطات تانية وكده، فالمحاضره دارين نعرف هل هي زمنها ساعه واحده ولا ممكن تجر اكثر من ساعه ولا كيف؟ والله هي دوره، هي دوره كامله يعني. لو الدوره دي مثلا الناس اتفقت الليله تاخذ ربع ساعه تمام، لكن الناس الموجودين في الدوره هم اللي بيقرروا الكلام ده بما فيهم يعني الدكتور بيقرر وبعد ذاك الناس بيقولوا والله نخليها بالدكتور. خلاص الحاجه دي اتفقوا عليها في الجروب واتساب. بالضبط، في حاجات كثيره احنا هنتفق عليها داخل الواتساب بما فيها الماتيريالز وتنزل البرامج من وين ولو في كويشنير ولا امتحان ولا كويز ولا كده. تمام تمام جدا. بس اهم حاجه يا شباب الالتزام. احنا هسي الكل اللي بنحاول الرساله اللي بنرسلها للناس ان اخواننا والله احنا بنحاول نقدم خدمات مجانيه وبنعمل ريكروتمنت لسبيكرز ومحاضرين وكده وبتاع، ده كله بيكون ما عنده اي معنى ولا اي قيمه لو الناس ما بتلتزم. تمام والله يجزاك الله خير، كتر خيركم جميعا. عفوا يا دكتور. نعم. اذا كان في امكانيه انه بس تكون الحلقه دي المحاضره بتاعت تكون على الفيس او اليوتيوب، شايف زي ما دكتور ياسين مبسوسه في الفيس اللايف. يا اللايف شغال لازم سبيك ناو. بس انا بالنسبه لي انا ما شايف اسمي لانه جيت متاخر صراحه، يعني خشيت في اخر 10 دقائق. ما اعرف هل في امكانيه انه انا جوي للجروب ده ولا ما اعرف الحاصل شو. خدينا احنا رابط السي بتاع تسجيل خديناه في اللايف بتاع الفيسبوك بتلقاه، انه اخواننا اي زول حضر الليله وما مسجل يسجل، لانه احنا هنرسل ايميل للحضور بتاعون الليله والناس تسجلوا معناه كان متابعين المحاضره الاولى. تمام. عشان ما دايرين شنو اللي يحصل، يجي زول بكره يقول يا اخي معلش يا اخي والله انا البي فاليو دي ما كنت فاهمها، ويكون الناس شرحتها اول امبارح. فهمتوني؟ اوكي. تمام؟ اتفقنا يا شباب. في اي سؤال بخصوص التنظيم دكتور اياس عندك اي حاجه للشباب هنا؟ دكتور انور تكلمت عن التنظيم، انا بالمناسبه وجدت المحاضره دي بالصدفه، يعني ما عارفه هل الاعلام ليها ما كان كفايه ولا والله الاعلان كان كويس. انا متابعه في الفيس في الجروب في الالجوريزم بتاع الفيسبوك. اللايكات اللي بتعملها، اللايفات اللي بتتابعها، المعرف شنو الكومبينيشن ده كله مع بعض كده بيقوم بيوريكي بعض البوستات داخل الجروب نفسه وما بيوريكي. أيوة أيوة. بوستات ثانية. أنا إحنا اللي بيجينا نعمله شنو أساس إنه والله الكفر بيج بتاعت الفيسبوك جروب دي الحاجة الفيزابل لكل الناس، بيجينا نعلم فيها فوق هناك. يس. فالزول بس يمشي هناك. وتاني حاجة بنعمل إيفنت، لو شفتوا الايفنت ليست بيشوفوا فيها الدورات الجايه المحاضرات الجايه بتاع اسي. بقى عندنا متوسط بتاع 4-5 محاضرات ثابته في اليوم بما فيها دورات والى اخره. عفوا معلش انتوا دكتور لو عندكم يا اخواننا اي مهاره ولا اي ماده دايرين تقدموها، يعني انا ممكن اكون طالب هنا واستاذ في حته ثانيه في نفس اليوم ذاته، فلو عندكم حاجه عايز تقدموها يا اخواننا يعني وي ابيل للجنراسيتي بتاعتكم انكم تقدموا حاجه لباقي اخواننا واخواتنا الباحثين والباحثات. ها غيركم من انفع واستنفع. نعم اي سؤال ثاني ولا شباب؟ بس معلش يعني بس ما عنده علاقه بالمحاضره بتاعت التحليل ده، بس علاقه بالدكتور ياسين. نعم. فشايف انا كان يعني بحضر في اللايفات بتاعته بعد يوم، لانه انا مشترك في الجروب ده كون حاجه انجوي تصطت بي وانا عندي علاقه بدكتور ياسين صراحه. نعم. فهو قال لي بعد العيد ان شاء الله يبدا الكورس ثاني. نعم. اي فقام قال لي دكتور انور نزل لينك تقريبا للشيت، فما كان واضح لي الشيت على اساس انه ما في واحد مشكلة. ممكن اي حاجه عليها الفراغ بارك. نعم. حنكون انا وانت في جروب بتاع واتساب بعد شويه، فاي حاجه لها علاقه باللوجيستكس ولا كده، لانه حننهي اللايف ده لانه هو لايف جدا
تمام. يتواصل معي في صوره بيرسونال ان شاء الله، انا بعمل الحاجه المطلوبه. ايه ان شاء الله. مش سيده يا دكتور. الله يسلمك، الله يجزيكم خير، شكرا جزيلا لكم جميعا. تقبل الله صيامكم. السلام عليكم. حواتكم بس، يلا في رعايه الله. السلام عليكم، جزاك الله خير. الله يسلمك ويديكم العافيه. السلام الو، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور إياس، استنيتك مسافة طويلة، المشكلة عندك في الإنترنت فلازم تحلها لبكرة إن شاء الله. والله طبعا النت ما عندنا حل، أنا طبعا عامل لي واي فاي مخصوص بس لل في شباب قالوا الاي دي اس ال تقريبا هو أفضل حل، وهم معاك في السعودية نفسهم وقالوا ممكن يعني يحاولوا يساعدوا في حلول ولا كده. المشكلة إن إحنا طبعا بس في لود شديد فجأة كده بيجي على لاحظتها هي الشبكه اس تي سي، هي طبعا حتى الشبكه اس تي سي يعني. نعم كده احنا حننهي الميتنج ده، وانا هقوم اضرب لك تليفون في هنا اتكلم معك كويس. خلاص ماشي اوكي، الله يكرمك، جزاك الله خير يا دكتور، بارك الله فيك.